يا مساء الإشراق والجمال والتفاؤل، رغم كل شيء لمشاهدي الستات على نهار صباح الفل يا مفيدة. صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة على الهواء مباشرة والستات على النهار. للأسف شديد صحينا بأخبار مرعبة. في ناس صحيت، لكن في ناس حست يعني كانت صحية، والناس اللي كانت صحية هم، أنا بعد كده قريت الصبح ان هو استمر ثواني. ده احنا بنتكلم على الزلزال بتاع النهارده. انا ما حسيتش ان هو ثواني، انا حسيت ان هو دقايق بس. انت حسيتي بيه؟ اه. ف يعني الناس اللي كانوا صاحيين كانت تقريبا الساعه 3:30، فالناس اللي كانوا صاحيين حسوا بيه جامد جدا وحسوا كانه طويل جدا، لكن الناس اللي كانت نايمه ربنا رحمهم بس صحيوا على الخبر الصعب ده اللي بيقول ان زلزال في تركيا، والأخبار بتقول إن هو أشد سلسلة زلزال في العصر الحديث يمكن من سنة 38 تقريبا، ما حصلتش الزلزال بهذه أو هذا الزلزال بالقوة ده وبالمدة دي، ما حصلتش. أنا بحمد ربنا، ألف حمد وشكر ليك يا رب. أنا من الناس اللي ما حسوش بالزلزال، أنا من الناس اللي ربنا يعني إيه زي ناس كتير ما خلاهمش يعدوا بالتجربه دي، لان ممكن والله العظيم انا بقول ان دي من اكتر الحاجات رعب في حياه البني ادمين. يعني ممكن حوادث تحصل، لكن احساسك انك انت زلزال تصحى مفزوع. انا برضو في زلزال 90 ده ما حسيتش بيه بجد، لان كنت في الجامعه. محظوظه جدا، انا كنت في الجامعه فاكره يوميها، ولما خرجت من المحاضرات لقيت الدنيا كلها مهدوده حواليا، كل الناس بتتكلم على ان في زلزال. هو يعني لا انا ما حسيتش، يعني الف حمد وشكر، لكن حسيت بالتوابع بقى. وعشان كده عرفت قد ايه الموضوع الموضوع ربنا يرحمهم. واللي بيبقى على السوشيال ميديا يقول لك يا خساره ما حسيتش بالزلزال، احمد ربنا يا اخويا انك ما حسيتش بالزلزال، لان ده احساس مرعب زي ما سوري بتقول، احساس ممكن يكون ثواني بس هو في حقيقه الامر انت بتقعد دقايق ومش عارف تفكر تعمل ايه. يعني بتتشل لدرجه ان تفكيرك ان افتح الباب ولا ما افتحش الباب، انط من الشباك ولا اخد ايه مع امي اخواتي بيتي عيلتي. في صدمه ال ربنا ربنا يعافيكم ويعافيكم، لكن طبعا يعني شيء محزن جدا اللي حصل في تركيا وسوريا. يا سوير يعني دي في عمارات والناس نايمه نزلت طبعا، هي عشان تركيا لها حدود مع سوريا، فالاخبار وكل شويه للاسف الاعداد بتزيد، بيقولوا ان في 326 الف رحمه ونقول لروحهم في سوريا، و 142 تقريبا في مصاب، وفي 1042، وفي تركيا 912 يعني قتيل، واكثر من 5000 جريح. ارقام صعبه. تركيا 912 قتيل مزعجه جدا، واكثر من 5000 جريح. وانت قلتي الكلام ده؟ طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عارفه ان هو ان فعلا ان يعني في زلازل تانية ابتدت تيجي، سلسلة زلازل تانية دي التوابع لسه موجودة لسه بتيجي، وكلها توابع مش قليلة، دي بنفس حجم الزلزال اللي جه. يعني ربنا طبعا في تركيا انهار 2818 مبنى و10 مدن تضرروا. في النهاية ان ربنا يستر فعلا على كل الناس ويلطف بكل البشر في تغير المناخ الصعب ده والكوارث الطبيعيه في الدنيا. دايما ما لناش غير الدعاء يا رب. المناظر اللي احنا شايفينها يعني اكتر حاجه مؤلمه هذا النوعيه من الدمار. ليه؟ لان الدمار ده جه فجاه، وممكن يكون بيوت تحتها بني ادمين كانوا نايمين في امان، ومره واحده ما لحقوا. تخيلوا كده، لا الموضوع صعب جدا جدا. بس هو السؤال هنا، ويمكن اعتبروه حد ممكن مش داري بالموضوع، هل الـ 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 الاماكن اللي بيختبروا الزلازل وبيبقوا عارفين توقعات كانوا احتمال قايلين يحصل؟ على فكره كانوا قايلين. يعني انا لما قريت لما حصل الزلزال وبدات اقرا، لقيت ان في خبراء كانوا قايلين ان في زلزال هيحصل وهتبقى قوته كذا، وحصل
فعلا، بس احنا ما بننتبهش للقصه دي. يعني احنا الزلزال ده بيتقال ان هو من اكتر من 48 سنه ما حصلش تركيا. بالقوه دي في العالم، مش في تركيا بس، من 84 سنه ما حصلتش القصه في طبعا بالقوه دي والوقت ده. عايز اقول لك يا سهير ان في كتاب حاجات فيديوهات طبعا بتنزل دلوقتي على الفيسبوك والانستغرام مؤلمه جدا، وفكره الولد والاب اللي صور نفسه الولد بالموبايل السوري الراجل السوري اللي شال شيء ابنه. يعني حاجات احمدوا ربنا على الامن والامان، احمدوا ربنا على ان احنا اللي ما حسش يحمد ربنا ويبطل ياخدها نكته او مسحه او تهريجه على الفيسبوك، ايه ده كان في زلزال انا ما حضرتوش. ارجوكوا الموضوع ده او المواضيع دي مش حلوه ومش سهله، وتعديتها ما بتبقاش بالسهوله اللي انت فيك. يعني انت احمد ربنا انك ما عدتش. الامان ده اروع واهم احساس في الوجود، والاحساس ان هو في ثانيه فكرة الفجأة دي. دايما الدعاء المصري الشهير ربنا يكفينا شر المفاجأة، فربنا يكفينا جميعا. لكن خلينا طبعا كل حاجة فيها مفاجأة ربنا يكفينا شرها. احنا عايزين نعرف أسئلة كتير، ومنورنا دلوقتي على التليفون دكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. دكتور شريف اهلا وسهلا بحضرتك. ويمكن احنا السؤال اللي محتاجين نفهمه بعد 38 سنه زلزال زي كده بيضرب الارض مش مهم فين، هل كان في توقع بالزلزال ده وليه بالقوه دي؟ 84 سنه من 84 سنه. هو حضرتك كويس جدا ان انت قلتي كلمه توقع، لان في فرق ما بين التوقع والتنبؤ. أوكي. يعني التنبؤ ان انا الناس عاوزه تنبؤ بالزلازل، يعني انا اقول لهم الساعه كذا والدقيقه كذا وهيبقى قوته كذا، وده استحاله ان هو يحصل، لان الارض طبيعه الارض غير طبيعه اي حاجه ثانيه. ما نقدرش نسيطر على الارض ونعرف منها، لكن احنا يعني ايه مش مسيطرين على الارض نعرف نقول لهم ايه احنا هنعرف الارض كذا وكذا وكذا، او زي توقع الطبيب مثلا لوفاه مريض او كده. دي حاجه غير تماما، سلوك الارض بيختلف تماما من مكان لمكان. فعشان كده احنا هنقول ان في تنبؤات بان كان هيبقى في زلزال زي ده. ده توقع بقى، كلمه توقع هنا دي كلمه صحيحه 100%. بتقول ان التوقع ده بتقول ايه؟ بتقول ان في مكان ما معروض فيه نشاط زلزالي من الاف السنين او من مئات السنين. خلاص؟ فبعد الحسابات الاحصائيه بنقول ايه؟ بنقول ان تكراريه حدوث الزلازل في المكان ده معروف، يعني كل 10 سنين بيحصل زلزال، كل 80 سنه بيحصل زلزال، كل 80 سنه ده بيتغير من مكان لمكان. هنا بقى بيحصل التوقع، اللي بنقول ان التوقع هيحصل توقع في خلال ال 10 سنين دي، او هم خلاص عرفوا ان خلاص خلصت المده دي وقربت. طب دكتور شريف، ليه الزلزال ده بالقوه القوه دي المدمره اللي احنا شايفينها قدامنا؟ يعني دي طبيعه اماكن، يعني ربنا خلق اماكن اوجدها بيبقى فيها النشاط معروف، زي اليابان مثلا بتشتهر بحدوث زلازل كبيره. هذا المكان برضك مكان نشط جدا وبتتجمع فيه اسباب لحدوث زلازل كبيره. طب يا دكتور، ولكن بتحدث على فترات من الزمن، ما بتحصلش يعني ليه؟ لان الارض بتحتاج فتره تخزن الطاقه اللي فيها، لدرجه ان الطاقه دي توصل لمرحله ان الارض نفسها لا تتحمل، فهم يحصل الانفجار اللي هو هتنفجر. طب يا دكتور، بيتقال ان لسه في توابع للزلزال، ايه الخطوره اللي ممكن تسببها لجيرانها من الدول، وباعتبار ان احنا كمان من الجيران، هل في خطوره توقع لاي شيء ممكن يحصل؟ بص حضرتك، احنا مبدئيا الزلزال 8 ده او 7.8 ده زلزال كبير جدا، متوقع له اي زلزال ده ما فيهاش كده كلام، دي حاجه الف ب في الزلازل، اي زلزال بالمنظر ده لازم يحصل له توابع كبيره كمان. في الغالب الزلزال الرئيسي بيبقى هو اكبر حاجه، بعد كده التوابع بتبقى اقل منه في القوه. الزلزال النهارده اللي حصل على الساعه 3:17 يعني صباحا، ده حصل بعد زلزال بعد 11 دقيقه بالظبط، حصل زلزال 6.3. الزلزال ده التابع للاسف كان برضك مدمر ودمر اجزاء ثانيه من المباني اللي ما وقعتش، يعني اللي استفل في الزلزال الاولاني وصمد ما قدرش يصمد في الزلزال الثاني. يعني اللي كسر في الزلزال الاولاني وقع في الزلزال الثاني. ايوه حاجه زي كده. بعد كده حصل حضرتك من بعد 3 الصبح لغايه الظهر حصل حوالي اكثر من 40 تابع محسوس،
يا ومئات الزلازل غير المحسوسه. تمام، بس احنا كمصر وكالدول التانية اللي قريبة من تركيا ممكن تتأثر سوري. بالتوابع دي، يعني ممكن يبقى التوابع فيها حاجات قوية. سوري، مش سوريا كلها اتأثرت حضرتك، ده شمال غرب سوريا من خلال من على حدود تركيا. طب هو اللي اتأثر بقى خلينا نقول، خليها نقول بسؤال صريح وواضح، هل على مصر أي نوع من الخطورة في إن يجي زلازل أو زلزال أو تابع من التوابع يوصل لنا؟ انا اقول لك معلومه دي من حظ مصر الطيب وحال اهل مصر الطيبين، ان الزلزال الاولاني اللي حصل ده على بعد 950 كيلو من القاهره واسكندريه، الحمد لله. ودي مسافه امنه جدا لحدوث اي اضرار لكل البلاد، لكل البلد يعني كل مكان في مصر، فقط احساس بالزلزال نتيجه قوه الهزه، احساس وده نتيجه برضك وجود الحداثه بتاعت مواقع التواصل، الناس بتبلغ بعض، اصبح الناس عندها احساس بالذعر غير عادي، طيب بيضخم عندها الاحساس بالزلزال. طيب تمام، بس الآلة هل الزلازل بتتحرك؟ يعني بيتقال ان الزلزال بيتحرك وممكن يروح في منطقه تانيه، ده كلام الطاقه دقيق؟ يعني الطاقه اللي تحت الارض ممكن تترحل تمشي تباعا لغايه ما توصل للقاهره او لمصر؟ طب اقول لحضرتك على حاجه، احنا دلوقتي ايه، احنا بنتكلم عن منطقه نشطه زلزاليه، لو منطقه نشطه زلزاليه الحركه دي فعلا بيسموها الهجره من مكان لمكان في نفس المكان النشط، يعني بيتحرك مثلا لو احنا عندنا احنا مش منطقه نشطه. لا احنا ما عناش كده، ما عناش لسه في المنطقه النشطه دي، ما فيش حاجه كده ان شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحفظنا، مش اي حاجه زي كده اصلا، احنا ما عندناش الظروف اللي هي فيها الان تركيا وشمال سوريا، ما عندناش طيب نفس الظروف دي دكتور، حضرتك قلت لغايه ما احنا بنتكلم دلوقتي في اكتر من 50 تابع على تركيا وسوريا او حدود تركيا وسوريا. لا ده في حاجه ثانيه حضرتك كمان، في ايه؟ حاجه ثانيه انت ما تعرفهاش، ان الساعه 12 و26 دقيقه مساء حصلت هزه 7 و8 تاني. يعني ايه قبل الهزه دي ما تحصل قبل الفجر؟ لا واحد تاني دلوقتي الساعه 3 و17 حصلت هزه 7 و8، الساعة 12 26 حصلت هزة 7 و8 تاني. إذا معنى كده إن ممكن تكون الموضوع على ممكن بعد بقى، بص 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 حضرتك، على بعد حوالي 80 كيلو من الهزة الأولانية في شمال تركيا برضه. يبقى كده، يبقى زي ما احنا بنقول ان كده الطاقه الطاقه اللي تحت الارض بتترحل بس في المنطقه في الاطار بتاعهم. طب خلينا نقول يعني ايه، يعني نقول يعني نتكلم بطريقه يفهمها الجمهور. يا ريت. احنا عاوزين نقول ان في حاجه اسمها القلقله، يعني انا دلوقتي ايه، حصل بيت لا قدر الله وقع، طب نخلي البيوت اللي حواليها عشان ما يحصلش قلقله للبيوت دي، لان متوقع ان البيت لما وقع، البيت الرئيسي لما وقع يسبب ايه بعض المشاكل البيوت اللي حواليه. ايوه بس البلدان بقى اللي حواليها لو احنا خدنا ما بقى، خلينا نتكلم لو احنا عندنا زلزال حصل في منطقه نشطه، خلاص ممكن يقلقل بقيه الفوانيس الثانيه اللي حصل على اللي هي بعيده منها نتيجه قوه الهزه دي. فتقوم ايه الفرق اللي كان مش هيحصل عليه زلزال لسنين يتسرع حدوثه بفعل ايه؟ قلقله الزلزال الاولاني. واضح كده ولا اوضح تاني؟ تمام يا فندم، احنا بنشكر حضرتك جدا وربنا يحفظ مصر ويحفظ كل العالم من أي مشكلة ومن أي مفاجأة. قلوبنا ودعواتنا مع السوريين ومع الأتراك، طبعا طبعا، والأسر، الأسر كل الناس، الأسر يا سهير اللي وقع، يعني قدر الله، يعني البقاء لله، والموضوع إن شاء الله يعدي، بس ما حدش يعني بصوا، هو المنظر اللي احنا بنشوفه ده منتهى القسوة، ربنا يسترها علينا ويحفظنا، لا ما فيش حاجة أكتر من كده نقدر نقولها، ما فيش في إيدينا أكتر من كده نقدر نقولها. ده حقيقي تعزينا القلبية ودعواتنا لكل الناس في سوريا وفي تركيا اللي تضرروا، وربنا يرحمنا جميعا ويرحمهم ويرفق مع السقعة بيهم يا رب، ويرفق بيهم كل الظروف المناخية الملخبطة. طيب عايزين نقول إن يعني من خبر الزلزال اللي هز المنطقة كلها، وأكيد ليه توابعه في الحاجات المناظر المرعبة اللي احنا شفناها، وربنا يا رب يقلل ويهون على كل الناس،
ليه؟ ان في كندا المراهقه بتفرح جدا لانها كسبت 36 مليون دولار امريكي بسبب انها اشترت تذكره يا نصيب وهي عندها 18 سنه، و يعني دي اول مره في حياتها وما توقعتش طبعا الفوز، وكسبت عشان تبقى اصغر كنديه بتفوز بالجائزه دي اللي بتصل ل 48 مليون دولار كندي. بصي هو 38 مليون دولار امريكي، بس هي الفكره في ايه؟ الحظ، ده حظ يعني. بصي من اول تذكره هي ما اشتريتش قبل كده، دي اول مره في حياتها تشتري اول تذكره في حياتها، مش ما اشتريتش 3 4، هي اشترت واحده، وطلعت الواحده دي اللي اشتريتها في هذا التوقيت هي التذكره اللي فازت ب 38 مليون دولار امريكي. ده لو احنا اتكلمنا ده كندي 38 مليون. انا السؤال او 36، السؤال اللي شاغل دماغي لما قريت الخبر ده، ماذا تفعل لو كنت مكانها؟ بجد يعني، احنا ما عندناش النظام ده في بلدنا لانه هو بيعتبر نوع من انواع المؤامره. انا اعتقد ان البنت دي لو انت مكانها تعملي ايه؟ هقول لك هي عملت ايه ولا لا، هنقول هي عملت ايه، لكن لو انت مكانها تعملي غير هنشوف دلوقتي عملت ايه، بس اول وهله هعمل مستشفى. هتعملي مستشفى؟ يعني انا ممكن. نفسي وحلم عمري طول الوقت، بس طبعا ما دخلتش كليه طب، ولا كان حلمي طبعا ان انا ادخل كليه طب، بس حلمي من وانا صغيره ان انا اعمل مستشفى تعالج الناس مجانا. طبعا دي عايزه ثروه كبيره جدا، فلو الرقم ده كان موجود كان يبقى ده الحلم اللي اتحقق فعلا. هي فكرت تفكير ايجابي، هي فكرت هتدرس طب، هي ما قالتش هتعمل مستشفى، بس هتدرس طب وعلشان تعالج الناس. يعني واضح ان مش بس كده، عندهم بتحتاج فلوس ومساعدات، فهي بقى عندها من الفلوس انها تحقق حلمها بدراسه الطب. دي هتعمل حاجه تانية. بصوا اختلاف الاجيال. البنت دي قررت ان هي تستعين بمستشار مالي، يعني كونسلتنت للفلوس دي، عشان تقول له ايه الاماكن الصح اللي استثمر فيها الفلوس دي، بحيث ان انا ما اقعدش اصرف بقى وابقى فرحانه واجيب العربيه والفيلا، اللي هو في حال اي حد فينا لو حصل له كده، جنب ان هو هيدي حاجه لله وهيعمل حاجه، لكن هيشبرق على نفسه. البنت دي قررت انها ما تشبرقش على نفسها، قررت ان هي تقف لحظه تفكير، تجيب واحد بيفهم في اداره الاموال، جابته قعدته، هادير فلوسي دي ازاي، بلس بقى ان هي كان زي ما سهير بتقول طول عمرها نفسها تدرس الطب، فقررت ان هي تحط جزء من المبلغ ده لدراسه الطب. عشان كده انا بسال، لو حصل بجد وانت خدت لي نصيب، وبلاش نتكلم في ان هبني اكيد في جزء منه هيروح لله تبرع، انت عايز تعمل ايه بالفلوس دي؟ يعني انا وانا بسالكم السؤال بحاول انا افكر انا عايزه اعمل ايه، مفيش حاجه في دماغي. متخيلين يعني انا لو جات لي فلوس دي اعمل ايه يا سهير؟ هي محتاجه طبعا تفكير. لو انت عندك حلم من بدري زي ما بقول لك، انا كان عندي حلم ان انا اكيد هتبرع. لا انا ما عنديش حلم ابني مستشفى، لكن اكيد هتبرع، ابني جامع، ممكن اشارك في المستشفيات اللي موجوده اتبرع بيها. المدارس اعملي، المدارس والصحه اهم، لان احنا عندنا دور عباده كتير جدا جدا، لكن احنا محتاجين صحه وناس تتعالج بالمجان، ومحتاجين تعليم كويس، مدارس يعني يبقى مبلغ بسيط ونفس مستوى المدارس الغاليه جدا اللي بقت ارقامها خرافيه. انا بقول يعني اعتقد ان دول الاحتياجات الاساسيه. انا عن نفسي لا، انا احب الزحمه. انا ممكن احب اعمل حاجه فيها اطعام كتير، يعني ممكن احب اعمل مثلا مكان كبير يبقى فيه مطبخ كبير، مع ان انا استاذه رئيس قسم عدم الطبخ، بس يعني ان شاء الله هطبخ وهبقى زي الفل، بس بفكر معاكم يعني بصوت عالي. يبقى فيه مطبخ كبير وستات كتير عشان يشتغلوا ويطبخوا اكل الافضل، ويبقى فيه ترابيزات كتير ناكل كلنا مع بعض. ان احنا نعمل مصنع او ورش عشان نعلم ناس. ايوه انت يعني ما تطعمنيش
السمكة، لكن علميني كيف أصطاد. أنا عن نفسي يعني فكرة المصنع والناس تشتغل، ولكن دي وجهة نظر هتعرف تاكل، لكن أنا بس إن أنا بأكلها نظر. بس أنا بأكون صديقة معاكي صنعة ولا حرفة يعني. أنا كواحدة بفكر، أنا بمنتهى الصراحة، أنت فكرتي وقلتي ده اللي أنت عايزاه، أنا لا، مش اللي جه في دماغي، أنا بقول الأمانة اللي جه في دماغي هو إن أنا عايز أعمل ساحة كبيرة للإطعام، ما أعرفش، ما تسألونيش ليه، هو ده اللي جه في دماغي، وأقعد ويبقى ليا أعرف المهم إن وناكل، ربنا يرزقنا والله العظيم يا رب، يعني إن شاء الله إن شاء الله. ده اللي أنا جه في دماغي بدون أي تفكير في حاجة تانية، غير إن إحنا هنساعد الآخرين، غير إن أكيد هحوش فلوس تانية، أكيد هشيل فلوس لمنة والأحفادي طبعا، وأكيد هغير عربيتي، لازم أدلع نفسي، بس أنا بقول لكم في جزء منه هيروح في الحتة دي، يعني دي اللي أنا بفكر فيه. مش ملاك يعني. نقول إن إحنا عندنا خبر عجيب أعجب من قصة اليانصيب دي. ده خبر اتنين، راجل أمريكي واتجوز بنت صغيرة والصور بتاعتهم مالية الدنيا، فرق السن 61 سنة، يعني هو أكبر من جدها بعشر سنين، أعتقد لو كان أكبر ب11 سنة كان ممكن تفكر، بس هي ما فكرتش، هي عمرها 24 سنة وهو عنده 85 سنة، هي كانت ممرضة، هو وكيل عقارات متقاعد، حبها، حبته، هم بيقولوا إن هو الحب. أبوس إيديكي بقى، موضوع حبها وحبته، أنا لا أؤمن في هذا السن بنوعية الحب دي. يعني عشان ابقى صريحه، لا انا احبه، انا مش ما اكيد مش، بس انا احب قد جدي، ما انا بحب جدي اروح اتجوزه؟ لا هي حبته يا ستي. لا طبعا هي متصنعه، ممكن تكون بتشفق عليه، مستنيه ان هو مش هتملهوش كتير، مش هيعمر كتير، عايزين عايزه الاستقرار، ما حدش يقول لي ده حب، علشان ارجوكوا كفايه استهزاء بالحب، ده مش حب. الحب يعني ابقى مبسوطه مع واد قدي في السن او اكبر مني بشويه، ونقعد نجري ورا بعض، ونقعد نسافر، ونحب في بعض، ونجيب عيال، طبعا الحب والاستقرار، وان احنا نبني مع بعض حياتنا، ولو هو شويه بيشتغل اعلى مني شويه ابقى فرحانه، وبرده بنكبر نفسنا، لكن ده مش حب، ده 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 اسمه الرفق بالكبار، او زي ما انت بتقولي يعني ده مش حب، طبعا البحث عن الماده، لكن هم احنا ملناش غير ان هم بيقولوا ايه، هم بيقولوا ان هو الحب فقط هو اللي جمع بينهم، وهي بتقول عنده 100 سنه، عنده 55 سنه، انا بحبه وما بصيتش للسن، بغض النظر هي يعني الشكل غريب، فرق السن اكيد التعبير عن الحب هو الـ 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 ان انا احب الشخص وياخدني في حضنه ويبقى بيجري معايا، لكن الاحساس ان اخدت الدكتور اخدت الدواء يا بيبي، عندنا ميعاد لدكتور المفاصل، لا يعني كده كتير يا جماعه، ما تستهزئوش بالحب. انا اقدر اقول بس بقولك عطف، مصلحه مشتركه، واحده تخد يعني تبقى تمرضه يعني في الاخر، وهي تاخد فلوس في الاخر، دي اقتنع بكده استنتاجات، ولكن احنا ما نقدرش نحكم على ناس احنا ما نعرفهاش ولا على ظروف. ليه واحنا مش بني ادمين زينا زيهم؟ لا ما عندناش قلب زينا زيهم، ما عندناش مخ زينا زيهم. هو مش بيحصل الحب في السن ده. بنت 25 سنه زويا، 25 سنه يعني اصغر، دي بقت اصغر من بنتي، وصحتهم احسن من ناس في العشرين. هذا نفاق، هذا مش نفاق، ده حقيقه. هي بتحاول تدي مبرر للنوعيه دي من العلاقه. اوكي انا احنا عمرنا ما هنحكم عليها، لو هي جت ستريت فورورد وقالت على فكره انا اتجوزت الراجل ده علشان اديله الرعايه وهو يديلي فلوس، تحيه الف شكر، لكن ما حدش بيشوش صوره الحب يقول لك اصل بحبه، لا ما بحبه. اذا في عيال بيسيبوا اهاليهم في 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 في, في دار المسنين، حب ايه ده؟ مش حب، ده مصلحه، ده مصلحه، هجيب لك مصلحه، مصلحه. هجيب لك البنت دي نستدعيها، واجيب لك البنت دي اضربيها علقه، لا قولي لها ده لا مش حب. انا بحبش، انا ده زي الحلقه، في حلقه انت عملتيها انا كنت ساعتها مش موجوده وكل الاستوديو دخل قالوا لي انت كنت فين، في انت جبتي واحده بتشجع على ان هي تتجوز، مش بتشجع هي، انا اوافق اني اكون زوجه تانية. لا هي عاوزه، هي عايزه تبقى زوجه هي تانية اصلا،
يعني مبدأها وهدفها انها تبقى زوجة تانية مش زوجة أولى. السؤال، زوجة تانية في العلن ولا زوجة تانية في الخباسة؟ يعني هي مش فارق معاها، بس هي المهم انها تبقى لا زوجة مش فارق معاها، مهم، لان لو زوجة تانية في العلن فاذا هي مقرره ان هي تبقى بتواجه الزوجه الاولانيه وهما الاثنين بقى ما عندهاش مشكله، وبتقول لك الراجل مش ملكها خاصه. يعني دي قصه عجيبه وتصرف عجيب ما هوش طبيعي. طب انا عندي راي ليها، بس يعني انا اعتقد ان هذه المراه تسعى الى ترند. طب ما احنا قلنا لها كده، هو ده يعني ده وهي تحمد ربنا انا ما كنتش في الحلقه يعني، بس عشان انا عندي مواقف تانية. لان الزوجه الثانيه دي يا جماعه، الزوجه الثانيه دي يعني انا حبيت لدرجه اني اتنزلت، هو نوع من التنازل مش حاجة أتفاخر بيها. الزوجة التانية هو تنازل لأجل اللي بتحبيه لدرجة إنك مش عايزة تخربي بيت بيته الأولاني. مش تقعدي تتجاهري وتقولي أنا أحب أكون زوجة تانية، لو أنت وأحب بتحبيه هتضحي عشانه وهتحسني علاقته بالزبط بالبيت التاني، وهتحسني علاقته بلاش بلاش نتفلسف في حاجات يعني احنا مش هيبقى عندها. سوري إني فتحت موضوع مش موجود. اللي بتاخد دور الزوجة التانية دي لو ما عندهاش نفسية وقدرات ومهارات الايثار والتضحيه وان هي أيوة تتوارى، ما تاخدش الخطوه، ما تاخدش الزوجه الثانيه. هي شخص لازم يبقى عارف انت داخله قصه تضحي عشان خاطر انت وقع قلبك في حد لا يصلح انه يكون زوجك الاول، فتختاري. ولما تيجي تختاري تحطي كده بالورقه والقلم، انا هتنازل عن واحد مش هيكون موجود معايا طول الاسبوع، اتنين ممكن يصرف عليا او ممكن ما يصرفش عليا عشان حتى بظروف لو عنده بيت، ثلاثة احترام البيت الأول، أربعة لو عرف البيت الأول عليا إني أتنازل وأخرج من يا جماعة إحنا مش هنتفخر. ثلاثة وأربعة أهم في اللي أنت قلتيه ده من واحد واثنين. آه طبعا على كل حال، لكن أطلع أقول أصلا أنا آسفة أنا فتحت الموضوع اللي بمناسبة الجواز عندنا خبر. لا ما فيش تكييف، حرام الجو، التلج حرام عليك. ما انا لابسه برضه متلجه. بصي انا لابسه الثيرمال ولابسه بتاع ولابسه، انا عامله كل حاجه ومتلجه برضه. طب بس طب على فكره التكييف شغال. ماشي. طيب احنا عندنا خبر سعيد جدا، خطوبه نادين نسيب نجيم الممثله والنجمه اللبنانيه الجميله اللي يعني ليها معجبين كتير. انا شخصيا وانا واحده من احنا، يبقى احنا الاثنين من طبعا معجبيها جدا جدا. فرحنا لها جدا لانها نشرت على حسابها صوره هي يوم عيد ميلادها، فاجئها الشخص اللي بيحبها وطلب ايدها، وكانت سعيده جدا وقالت ان كنت متخيله ان ده بس عيد ميلادي، فطلع ان هو الحب والميلاد والبدايه. الفكره في قصه نديم من اجمل القصص. انا بحب العلاقات الحب دي. اولا اللي اتخطبت له هو صديق صاحبها الانتيم، يعني صديق وقف معايا، عمل مواقف حلوه كتير، مواقف كتير، والحياه بينهم على الحلوه والمره، وشافه وشافها وهي متجوزه وهي شافته وهو يعني الحياه كانت ما فيش في دماغهم فكره ان احنا نرتبط. نوعيه العلاقات دي لما تقلب بحب بتبقى من اجمل النوعيه اللي ما تبقاش محتاج تتكلم فيها كتير، بتبقى من اقوى يعني بتبقى حاجه قويه وناضجه. بالظبط. عارفين العلاقات اللي انت مش محتاجه تبرري نفسك، مش محتاجه تقولي له انت محتاج، انا محتاجه ايه، مش محتاجه انك انتوا بتعملوا ده، لان العشره والصداقه اتبنت في الاول وبعدين جه بعدها الحب. هي دي نوعيه العلاقات اللي بتعمر. مبروك يا نديم، تستاهلي كل خير، انت شخص جميل وناس كتيره جدا بيحبوكي ومحترمه، وربنا يخلي لك بناتك الحلوه وتفرحي ان شاء الله. بالسعاده والفرحه دايما لنادين، وربنا يتمم لك على خير ويدوم سعادتك وتدوم المشاعر الحلوه اللي بينكم، وتبقى حياتك كلها سعاده ان شاء الله وحلوه شبهك. يومكم زي الفل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. التالي الكاتبة فاطمة المعدولة في ضيافة الستات.
الكثيرون يكتبون عن الأطفال، ولكن قليلون فقط هم من يحملون الصغار في قلوبهم ويغوصون داخل عقولهم، وهي من هؤلاء القلة الذين استطاعوا النفاذ إلى روح الطفولة، فرأى الصغار أنفسهم في أعمالها التي سقتهم المبادئ والقيم بطريقتها الخاصة جيلاً بعد جيل. إنها الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول. استغلت فاطمة المعدول دراستها للفنون المسرحية، فأثرت أدب الأطفال بالكلمة والصورة وكل ما يمكن إبداعها أن يصل إليها. كان زوجها الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي يخاطب الكبار بمسرحياته الكوميدية التي تحمل الحكمة والهموم، وتفرغت هي للأطفال تثريهم بعلمها وأفكارها. ورغم تعيينها في قصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية عام 1972، إلا أنها لم تكتفي وحرصت على دراسة مسرح الطفل، وسافرت بعدها لدراسته ضمن بعثة في المجر، وطبقت كل ما تمتلك في مجال أدب الأطفال خلال أعمالها المكتوبة، ومنها طيارة الحرية، أول يوم في المدرسة، شادي وهند في السوق، عشر بالونات، الكتكوت الأبيض، وحسن يرى كل شيء. ولعبت دراستها المسرحية دورا هاما، فأخرجت أعمالا متنوعة مسرحية وسينمائية قصيرة، وحصلت على جوائز عدة، منها الجائزة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائية للطفل عن فيلم عصفور يجد عشها، وتفرغت للعمل الأهلي مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العلاجية والجمعيات الخيرية. وكما كانت بين الأطفال دوما، كان لها حظ وافر في المناصب التي تخدمهم، وتولت منصب مدير قصر ثقافة الطفل ومدير عام المسرح القومي للأطفال، حتى تولت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، فلم تبخل بطريقة تصل من خلالها إلى الأطفال وتثري عقولهم، فكان لها يد في بناء جيل تحيطه الثقافة والفنون. ومن ده التحية مرة تانية لكل المشاهدين. والكثيرون يكتبون عن الأطفال، ولكن قليلون من يحملون الأطفال في قلوبهم ويغوصون في الأعماق. وبالتالي أصبحت فاطمة المعدول أيقونة، إذا ذكر الأطفال ذكر اسم الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول. أنا مهمومة فعلا بالأطفال وبالكتابات من خلال الأفلام ومسرحيات وأشياء كتيرة جدا، وهي أيضا شريك الراحل الرائع لينين الرملي. هي حدوتة مختلفة وشخصية وكاريزما متميزة جدا، هنتعرف عليها ونعرف منها وعنها الكتير. منورانا يا أستاذة فاطمة. والله ايه الجمال ده، بس بتقولي كسفتيني. لا ازاي حضرتك، كسفتيني اكتر من كده. اهلا وسهلا بحضرتك كسفتيني والله انتوا الاثنين. انا هبتدي معاكي على طول في 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 الموضوع، لان انت ليكي اراء كتيره جدا مختلفه عن اي اراء تانية ممكن نسمعها. يعني انت من اكتر الناس اللي بتقولي انا ضد انكم تخاطبوا او تكتبوا حاجه للطفل بلغته او تتعاملوا معاه باللغه بتاعته، اعملوا لغه اعلى عشان يرتقي الطفل. ليه؟ كل حاجة ممكنة، أوكي، بس مفيش جزم. يعني ممكن تاخدي كلمة بلغة يعني زمان مثلا الأم لما تقوله خدي حبيبي السوكولاتة، غلط، كلميه، كلمي ابنك واحترميه. مفيش حاجة اسمها أنزله. الولاد إحنا لازم نطلع لهم دلوقتي، ما بقوش سهلين. الولاد العالم اتفتح عليهم. وبعدين أنا شايفة الأطفال فعلا مسؤولية كبيرة جدا طبعا، فهي دي المشكلة عندي اللي مقرقاني. يعني فكرة ان انا انزل للطفل ما بقتش مستحبة من وجهة نظر حضرتك، لان هي الاثنين بتخليهم اكثر طفولة ولا ما بينضجوش بدري ولا ما بيفهموش. جربي يا ستي، جربي تعملي اعلى وشوفي، هو جربي تفرجيهم على لوحات كل حال شجال وبيكاسو، وشوفيهم هتعجبهم ولا لا. لازم نكون احنا بناخدهم لفوق مش بننزل، مش كده لمستواهم او اللي هم لسه في مرحله النمو او لسه ما اكتملوش. لكن خلينا نقول ليه حضرتك شايفه ان اللي يكتب عن الاطفال لازم يكون اتجوز وخلف؟ يعني انا قلت كده؟ ده بالعكس، لا مش انا ضد ان حد بيقول انا لما خلفت كتبت، لا سوري، ان علشان مش لازم تبقي ام عشان تعرفي تكتبي، ومش لازم نصغر الكتابه للطفل نربطها بالأمومة. هي مش مسألة بيولوجية، يعني مش بس أي ممكن أم تعرف تجربة بتديني نضج. التجربة بس معاها قبل تجربة الأمومة بيبقى عندها ثقافة وعلم وفن وإرادة وقراية فتعمل ده. أيوة. لكن
وليه انتوا رابطين ان لازم كل اللي كتب للطفل يبقى ليه علاقه بالامومه انا ممكن اكتب له حاجه. انا اشتغلت مع الاطفال قبل ما اتجوز وخلف، ابتديت وانا مخطوبه، خلفت بعد 6 سنين وعملت احلى. انا كان معايا 3 مساعدين معايا في المسرح الله يرحمهم الثلاثه، كانوا رائعين مع الاطفال، والثلاثه ما عندهمش اطفال. انا عايزه اقول بالعكس ان الامومه فطره، الامومه فطره بالإنجاب. والثقافه اعلى وان مش بالضروره نربط الاثنين ببعض. ما نصغرش شغل الاطفال، ما نصغرش الكتابه. الكتابة أصعب هو مش غريزة. مع الأطفال الكتابة مش غريزة حضرتك، الأمومة غريزة. أنا بولد اللبن ينزل طبيعي، الإبداع ما ينزلش مع اللبن طبيعي، الإبداع والشغل. فكويس إن أم تبذل مجهود، بس مش هي دي القاعدة. طب وعلى حضرتك أنا عايزة تفهميني قبل يعني في نفس السياق ده، ليه أنتي شايفة إن اللي بيتكتب للأطفال دلوقتي ما بيستهويش الاطفال؟ لا انا مش شايفه كده، انا ما قلتش كده خالص. انا بلاش، انا بقول لك ان دلوقتي اولا زي حاجات مين؟ كويسه يعني فين؟ جدا. زي فين؟ مش اقول لك دور نشر بتكتب حاجات هايله وشبان وشابات زي الفل في الكتابه والرسم، ولعلمك اعلى اجر في العالم العربي، اعلى اجر رسامين 2 مصريين إيه؟ اعلى اجر في العالم القصص العربي. القصص اللي بعد قصصكم علقت مع الاطفال اللي في السن الاصغر اللي دلوقتي ممكن لوحدها. احنا دلوقتي في عالم. طب انا متاسفه اكلمك على نفسي. ما انا انا عندي 3 كتب عاملاهم في دار الشروق لطفل ما قبل المدرسه. كل المدارس الانترناشنال بيجيبوهم بفظعه، مع انه مكتوبين لغه عربيه فصحى بعد فاطمه المعنى. لان اللي لا بعديه في ناس كتير. ازاي قوليلي؟ بعديه في هجره الصاوي، وفي سماح ابو بكر عزك. سماح شغلها مميز جدا. نعم. قوليلي اسامي شغلها مميز طبعا جدا. طبعا وكويسه وبتبذل مجهود وبتسافر وبتروح وبتيجي. لا 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 في معلش كون بقى ما بيقولوش مين البيست سيلر والبيست مش عارفه ايه. دول مظلومين. كون ان المدارس ما بقتش تشتري كتب الاطفال زي زمان برضو ده ظلم. كون ان قصور الثقافه ما بقتش تتزود بالمكتبات زي زمان وقفلت ده برضو غلط. اذا معنى كده كون ان الـ ان الـ الـ الورق غلي جدا درجة ان الكتاب هيوصل 100 و200. اذا معنى كلامي بيقول ايه؟ ان انا ممكن اكون مش عارفه ايه اللي بيحصل في الكواليس دي لان ما بقاش الكتاب الاطفال بيوصل. طول عمرنا مش عارفين يا مفيد. طب ليه وصل؟ مفيش حد بيدينا ارقام. مفيش واوعي تصدقي البيست سيلر وخلصت. انا بتكلم على شغلي. معرض الكتاب حضرتك معترضه على وجود الاراجوز، وناس شايفين ان الاراجوز دي وسيله. لا انا معترضه على حاجات كتير قوي. معرض الكتاب ده بتاع جيلنا. احنا اتفتحنا عليه، احنا 68 اتعمل، ومعرض الكتاب ده فخر جيلنا اللي عملته العظيمه سهير الالماوي في قاعه واحده في الجزيره اللي هي دلوقتي بقت الاوبرا. مصر تستحق معرض احسن من ده. انت عندك امكانيات احسن. مصر تستحق يبقى معرضها ما يبقاش سوق. انا رحت معارض في بلاد عربيه كانت في خيم اتقدمت ما فيش مانع تعملي اراجوز، ما فيش مانع تعملي انشطه، بس في قاعات منفصله عن القرايه، منفصله عن الكتب عشان ما تاخديش الانتباه. طبعا انت لما بتحطي في مكان الاطفال تعملي الورش وتعملي الاراجوز وتعملي الغنى وتعملي بتاع، طب الطفل ارتبط عنده الكتاب بايه؟ بالاراجوز والتلوين. هيقرا كتاب ليه؟ انت معرض كتاب احترم الكتاب، نمره 1. نمره 2 الكبار بقى ما تعمليش 350 فاعليه، اعملي 20 فاعليه محترمه، هاتي ناس كبار زي زمان محترمين. المعارض الكتب مش غير الاسواق، وانت معرض، انت تاني معرض في العالم العربي ومن اقدم المعارض في العالم. انا بنتقده عشان بحبه. بصي انا بنت الدوله المصريه، متربيه في الدوله والحكومه المصريه، ما عنديش امل ابدا بره ده، ولذلك انا كثيره الانتقاد للدوله المصريه من كتر الحب، لانه املي الوحيد، لان انا عارفه ان ثقافه الطفل مهما القطاع الخاص بيشتغل اذا اتعور، اذا عمل كتاب واثنين وثلاثه وما اتباعش واتعور هيوقف، لكن الحكومه واجب عليها تساعد كتاب الطفل. طيب خلينا نقول ان ده مهم جدا نساعد الكتابه للطفل ومخاطبه الطفل، وان احنا نشوف نوصل له ازاي، لان في كتابات خارجيه يعني او دوليه او اوروبيه
ناس كتير شايفة ان هي كتابات غير آمنة لانها بتشجع فكرة المثلية الجنسية، لانها بتشجع على قيم كتير جدا صعبة جدا وغلط ان هي تترسخ ونتعامل معاها كأنها عادي. بس بقى أمر واقع، امر واقع طبعا، وده اللي قلته زمان. ولا نستطيع ان احنا نقدر نلعب في البيبان، نعمل ايه؟ نقوي نفسنا. ايوه نعمل ايه؟ زي شغلنا نقف قدام المحتوى ده ازاي؟ الحكومه لازم تساعدنا، الحكومه الثقافه الجماهيريه تتفتح كل القصور وتتبني، ما تتبنيش قصور غاليه. الوزيره قالت ما اقدرش افتح قصور ثقافه ب 30 40 مليون، لا تعمل قاعه في كل قريه مصريه ان شاء الله بالخوص، ان شاء الله بالكرتون والخوص والصفيح، فيها مكتبة سمعية، مكتبة سوري إلكترونية، مكتبة مقروءة، وقاعة زي حضرتك كده متعددة الأغراض. الطفل إذا لقى ورق هيقراه، الأقاليم متعطشة لحاجات كتير بالذات القرى الصغيرة. القصور الكبيرة دي ليه ما بتشتغلش؟ محدش سأل نفسه ليه ما بتشتغلش؟ لأنها مباني مخصمة الواقع بيئتها. بمعنى مخصمة بيئتها يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تعملي أوبرا في قرية هي مباني كبيره جدا زي الاوبرا. قصدك الناس مش حاسين انهم ينتموا للمكان ده عشان يروحوه؟ اولا انت بتشتغلي مع هواه ومهمشين، ما تعمليش الكرسي اللي بيتعمل بالريموت كنترول، وما تعمليش مش عارفه ايه. وبعدين المبنى ده عشان يتعمل صيانه ليه يوم لما يبقى يعني مش هتصرفي 100,000 جنيه في الشهر. يعني حضرتك شايفه ان احنا نركز على المحتوى طبعا، ان الحاجه تبقى شبه البيئه، ما تبقاش مختلفه ما او متعاليه على البيئه. يعني لازم تعملي حاجه شبه بيئتها، يعني المذيعه اللي هتطلع مش شكل الشعب المصري يرفضوها. لو عامله واحده خضراء وواحده شعر خضراء شعر ابيضه وشعر صفراء هيرفض. صح. طب انا عندي سؤال دلوقتي، حضرتك بتقولي ان احنا محتاجين ان احنا نقوي قصور الثقافه ونجيب كتب علشان خاطر نواجه فكره البلاتفورمز اللي على السوشيال ميديا والارهاب. لا انا خلينا بس الاول اتكلم في كل حاجه والبلاتفورم والافكار الضاره. تمام. بس انا هتكلم في المبكر، انا هتكلم في احنا عايزين الدوله كمان. انها تخلي هي دوله حاطه دلوقتي الطفل في اولى اولوياتها، بس محتاجين الرئيس الرئيس طبعا بس الدوله بيتكلموا. طب بس احنا محتاجين بقى خلاص. محتاجين يتشاف مين العقول اللي عندها محتوى صح للطفل. يعني هقول لك حاجه، مين العقول اللي تفهم؟ الرئيس دلوقتي بيقابل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه انا لما عملت عرض في الثمانينات في 79 80 اتقابلت بهجوم شديد، قالوا لي ازاي تطلعيهم على المسرح، وهزقوني. وبعدين لما عملت سنة 90 شجعوني، تشجعت أكتر وعملنا بعد كده. الشغل ده محطوط في وزارة الثقافة، ممكن يتصور إن شاء الله يبقى فيه أمل. طب أنا عندي سؤال، اسمح لي سهير، أنا عندي سؤال مهم جدا. بما إن إحنا بنشجع كتير بما إن إحنا بنشجع اندماج ذوي الهمم في المجتمع، ليه ما يتعملوش كرتون من وزارة الثقافة؟ يعني أنا بفكر معاكي بصوت عالي. انا بسال سؤال، انا دلوقتي عايزه ادخل عملت كرتون لما كنت رئيسه المركز القومي للطفل، عملت كرتون، ولما كنت رئيسه قطاع الانتاج عملت فيلمين كرتون لذوي الهمم. لا ما عملتش عملت مسرحيات انا انا عايزه كرتون. طب المسرحيات دي تاخديها تتعمل كرتون، هي الافكار كلها تتعمل كرتون. طب ما بتعملش ليه يا فاطمه؟ هي مش هي صاحبه القرار. ما انا عارفه، انا بسالك عشان انا بقالي 15 سنه حضرتك معاش. انا عارفه حضرتك، ومع ذلك الحبل السري ما اتقطعش بيني وبين وزاره الثقافه. وانا زعلانه من نفسي على فكره، اني بقرفهم بزهقهم بفضل اكتب وعيب عليهم لان انا بحبهم. لا خليكي انا يعني انا ماليش دعوه باللي بره، تفضلي مستمره مقاتله ومكافحه. طب بما انك انت الحبل السري ان شاء الله ما ينقطعش ابدا. والله ما اتقطعش. ايه المفردات والكلمات اللي انت بتشوفيها في كتب الاطفال غلط وبتنزعجي جدا وتتمني لو معاكي قلم تحذفيها؟ المفردات التنمر كلها بكرهها. زي ايه؟ زي ده قصير، ده اسود، ده احمر، ده اخضر كده يعني. تخينه طويل. زي المفردات القتل بكرهها جدا، حتى لو فيها انفراجه بعد شويه بكرهها قوي قوي يعني، ما بحبهاش ابدا. عشان بترسخ عمر. عموما انا طول عمري ما بحبش القتل، حتى مثلا يعني مره كنت بحكم في سلسله اطفال في مسرح،
والراجل عمل مش عارفه ايه الذئاب مش عارفه قتلت ولا الاسود قتلت الذئاب، وانا اديته صفر تقريبا وطلعوه برده جفايس. قلت له انت اللي بتقتل؟ قال لي ما هو ذئاب يا مدام. قلت له ما هو مدام، لا ما احنا بنعتدل انا الحقيقه ما بحبش الحيوانات اصلا وما بحبش القبح. يعني حتى لما كنت بعمل الفقر اعمله جميل، ما بحبش القبح حتى في السينما المصريه. مش لازم نطلع الفقر يعني متوازي او مع الوساخه او القذاره، بالعكس. ومش عاوزه كلمه ولاد الناس دي انا بكرهها جدا، لان في ناس بسيطه وعندها اصول ومحترمه. هو فكره الاخلاق مش الفلوس بالظبط. فانا بكره يعني مثلا حتى كنت اطلع الشر لطيف، يعني يبقى شرير لكن العيال تضحك عليه ما تخافش منه. انا ده بصي انا ما اتولدتش عارفاه، انا اتعلمته في المسرح. اما يقول لك المسرح ابو الفنون، انا ابتديت مسرح فتعلمت مسرح. وذلك انا عندي خبرات كبيره. انا ما اشتغلتش كتب الا بعد حاجه وعشرين سنه كتابه مسرح وشغل ورش مع الاطفال، وما اشتغلتش ابدا غير في المناطق المهمشه. انا منحازه للمناطق الاكثر فقرا في مصر والمهمشه، وكنت بطلع اطفال وكنت بطلع مشرفين كنا بندربهم في قصر الطفل ويروحوا يبقوا في الاقاليم. احنا محتاجين استنساخ من حضرتك كتير جدا علشان يبقى في عندنا اهتمام حقيقي بالطفل. خلينا بما ان حضرتك قلت السينما، انت حضرتك عندك راي ان سعاد حسني ما كانتش هي الاجمل، كان في مديحه كامل وكان في شمس البارودي بنمس عليها، هما الاثنين جميلات. كانوا عاملين زي اقول لك صفائح السمنه البلدي. شمسي دي كانت بيضه كده وحلوه امارات. انت بقى شايفه سعاد حسني مختلفه، لكنها هي الاكثر احساسها موهبه احساسها. سعاد عندها جروحها تقابل جروحك وفرحها يقابل فرحك. انا عاجبني قوي مفرداتك. يعني انت شايفه ان انا لما يعني لما انا في اغنيه ما بقدرش اشوفها بانو بعيط اشوفها لان عينيها بتقول يعني حاجات غير طبيعيه. بصي انا بشوف اتنين بحترمهم قوي في السينما المصريه، فاتن وسعاد. طب فاتن حمامه ليه؟ فاتن لانها اخلصت للمهنه منذ طفولتها حتى 80 سنه، مفيش دي معجزه. وفضلت محافظه على مستوى، تقولي بتمثل مش عارفه ايه، تقولي يا مثلت ايه، وعاشت كل السنين والادوار. يعني لما كان في ملودراما كانت طفله، وبعدين ملودراما اتربت. فاتن بنت الاستوديو المصري، بنت السينما المصريه، غير سعاد. سعاد حكايه ثانيه. سعاد وعبد الحليم ولاد الشعب المصري الغلابه اللي يخشوا قلبك من غير استئذان كده. لا يعني على طول اول ما تشوفهم تحبيهم كده. شبهك هم شبه وبعدين لما تبقى جميله تبقى شبهك. على فكره انت امبارح كنت معاكي واحده قاعدين تقنعوها تمثل، قلت لك لا ادوار صغيره ومش سهير راجل. سعاد عملت بطوله بعدين رجعت عملت ادوار صغيره. سعاد نزلت اول عملت حاجه كان حسن ونعيم. بعد كده اشتغلت سنيده الليسوى المسواش. بس كانت مؤثرة بس في كل لا هي حابة السنيدة واشتغلت ادوار تافهة. هي عايزة تقول ان الفن ما فيهوش يعني ادوار هي بطولة ازاي اتغلبت على ده. فاتن ما جمرتش بده، فاتن حكاية تانية. فاتن هانم لكن بس قبل ما تبقى هانم اسمعي، دي طفلة اشتغلت في التلفزيون في البتاع، ما انت عارفة الاطفال بتنام يا حبيبتي وتقوم في وتذاكر في البتاع. شقة واني شقة؟ انا كنت بيهون عليا اشغل الاطفال، يعني اشغل الدور واحد ثلاث اربع اطفال، لاني وما عمري ما اشخط في طفل ما اعرفش، واجيب لهم اكل مساعديني بقى اللي يشخطوا فيهم. طب انا عندي سؤال بقى بره موضوع شقة فاتن. وذل. طب انا عندي شغل الاطفال ده ابيوز. طب انا عندي سؤال يعني بره فاتن حمامه وسعاد حسني. طبعا انا ضد عمل الاطفال وضد التسول باسم الاطفال، ودافع في قانون حقوق الطفل طبعاً العالمي اللي مصر ماضيه عليه غلط. بس للاسف بيحصل. بس انا مش مجنون ارفع قضيه بقى يقولوا فاطمه المعدوم. في على الفيسبوك يا فاطمه في شاعر كبير كتب بوست معناه ان لينين الرملي هو صانع محمد صبحي. بص ايمن ايمن تعمليه جاوبيني. ايمن مؤلف كبير. ايمن بهجت قمر هو اللي رامي مؤلف كبير. ردي على انا هكمل لك. خليني اكمل. بصي مش هنحاز لصبحي اكتر من لينين، ده طبيعي يعني. ده طبيعي انا منحازه لينين حتى لما اختلف معاه انسانيا انا منحازه معاه
كمؤلف كبير، لان انا شفته وعارفه وعارف مؤلف كبير ورجل مسرح كبير، لكن انا عاوز اسالك سؤال. مسرحياته اللي عملها صبحي في العصر اللي عملها صبحي كان مين غير صبحي يعملها؟ مفيش حد. بس يبقى هما كانوا بيكملوا بعض. واحب اقول لك ان لينين الرملي اللي شاور على صبحي، كنا في سنه رابعه، كانوا سنه رابعه بيمتحنوا ال ال امتحان التخرج التمثيل دفعتنا صبحي دفعتي، فصبحي مثل كوميدي ومثل وكوميدي لينين اللي كان كاتبه على فكره، كان كاتبه المشهد لواحد تاني، وبعد ما كتبه قال عبد الحليم الله يرحمه قال له على فكره صبحي هيضحك اكتر منك، مش دي القضيه. وعمل كلاسيك وعمل اظن متحزلقات، خرج قال لي على فكره انا عايز صبحي. يعني هو صبحي كان مشروعه وهما الاثنين كملوا طبعًا بعض واكتملوا بعض. طب كملوا بعض في ايه؟ يعني لينين كان يعني المخ، لينين رملي ادى ايه لصبحي وصبحي ادى ايه اللي بيشوف الحاجات الكبيره. لا اديني اشرحي لي. كان العضلات والمخ اللي بيعرف يدير. صبحي كان كاريزما لا كممثل كان لا بصي انا ما بحكمش عليه كممثل. لا 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 ده نجم انا كبير. سالتك سؤال ده نجم كبير صبحي ما خدش ده عصر عادل امام دول كبار قوي وسمير غانم وسعيد صالح وصلاح السعدان، قولي لي مين كان يعرف يعمل الهمجي غير صبحي؟ هو صبحي بس خلاص. التركيبه والتركيبه العصبيه على فكره احنا كنا عارفين ده في صبحي قبل ما يمثل مع لينين، يعني لينين كتبها وفي ذهنه صبحي يعرف يعمل ده لانه كان بيعمله في المعهد. كان بيعمل حاجات ويعمل يجمل رجله كده ويعمل كده، يعني هو شافه فتنبأ له فروحت لصبحي وجاء صبحي والتقوا وكانوا من اجمل الدوتات. بمناسبه استاذ لينين، هل فعلا جاله خطاب بعد تهديد ارهابي بعد فيلم الارهابي؟ جاله خطابات وجابوا لنا تامين، جابوا لنا واحد من الداخليه حراسات يعني وعمره ما رضى يخرج بيه وكان سايبه لنا. طب هل عشان ما اقولش اصلا بس ما كانش خايف سابه تحت ويخرج لوحده ويجي ما كانش خايف؟ لا هو حد صاحبنا قال له ايه اللي انت عملته ده؟ افرض اتقتلت. عارف قال له ايه؟ قال له يبقى ليه يبقى يعني قتلي له معنى يا صبحي عشان الوطن. هو ده صبحي ولا قال له؟ لا ما كانش صبحي، كان حد تاني. انا طيب بس بتكلم على صبحي. انا عايز اسال سؤال، هل قال له عشان الوطن؟ انا ايه يعني؟ هل لكن كان الارهابي لاحمد زكي؟ انا اللي كنت خايف. نعم. هل الارهابي كان لاحمد زكي؟ اه قبل ما يكون لعادل امام؟ ايه اللي حصل؟ راح لعادل امام ازاي؟ هقول لك ازاي. لينين كتب لاحمد زكي ثلاث افلام. حلو. كل ما يديله الفيلم يفضل ما يعملوش ويفضل يقول كذا ويقول كذا ويتدلع. ممدوح وافي صديق الاثنين وهيتجنن يوفق راسين في الحلال. واحمد ما بيحبش لينين قوي. لا بجد؟ يعني دي معلومه جديده. دي كيمياء بقى وكاريزما مع بعض. انا كنت يعني انا صاحبه احمد يعني بشكل شخصي يعني. وهو كان بيقول لك احمد؟ اه يعني طالما يعني كتير بيقولوا لي ما تحبش جوزك انت ضايقه ازاي؟ لينين صعب، لينين كان صعب. بصي بس كان مبدع وعبقري. اه هو صعب، هو تركيبه صعب. يعني واحد ظروف عيلته وظروفه واسمه يعني تخيلي هو في ابتدائي اولى ابتدائي المدرس بيقول له تعالى انت مسلم ولا مسيحي؟ طب اقرا الفاتحه. عشان اسمه عشان لين. اسمه وباباه بيتسجن ومامته بتتسجن. بصي الظروف بتكون يعني. المهم سياسيا يعني احمد زكي عرف الفكره يعني. قال لي لينين لا مفيش ممدوح. فقال له طيب انا هروح له. راح لاحمد زكي لينين على فكره ما كانش بيروح لحد. راح لاحمد زكي وقال له يا احمد الفيلم اهو خد عربون. قال له ما باخدش عربون. ما كانش بياخد عربين خالص. كان صعب. انا عايزه يتعمل. بصي مش بصي المستغني بيبقى صعب. طبعا محترم قوي قوي الحقيقه. فايه؟ قال له بص شهر لو ما كلمتنيش بعد شهر انا هبيع القصه. حرام عليك. مش قال له بقول لك كده. ونسي احمد وما كلموش. ما كلموش. قاعدين هو الاستاذ عادل على في بنت السلطان كانوا بيعملوا اظن بخيت وعديله قال له شلبي قال له دولي حاجه كده. فلينين بيقول له انت بتعمل ايه يا لينين؟ فقال له الفكره الارهابي دخل بيت ناس غلط وصلة. فالصبح تاني يوم لقينا مصطفى متولي جنب.
مصطفى كان بينتج للاستاذ عادل. وعادل امام على فكره كل نجوميته دي كان بسيط ومتواضع جدا ويشتغل مع كل الناس. لا الزعيم كان جميل، كان ذكي، ربنا يديله الصحه طبعا. عشان كده بقى عادل امام قال له بص يا مصطفى، انا كان دلوقتي الشريط بيرجع قدام، انا فاضل اسبوع. قال له برضه فضل محافظ على وعده. قال له مش هيكلمك. قال له معلش لازم ادي المهله كامله. معلش معلش استنى الاسبوع، ما كلموش، مضى مع الاستاذ عادل خلاص علشان يبقى فيلم. خرجنا روحنا لقينا احمد زكي ماسك ابني شادي الرمل حبيب قلبي ساعتين شتيمه على شكر، ربنا يوفقه. وازاي وانا ده فيلمي. طيب بمناسبه استاذ لينين بقى، قبل ما نخلص الحوار، انت اللي اتجوزتيه؟ نعم انت اللي اتجوزتيه. هو ما كانش عايز يتجوز، انت فضلت وراه لحد ما اتجوزتيه. هو ما كانش عاوز يتجوز. هي اكيد ما كنتش مكتشفه الصعوبات. عنده احساس بالمسؤوليه شديد. يعني انا في واحد من دفعتي تقدم لي، انا كنت اصلي في الدفعه البنت المتوسطه، الاسره المتوسطه، كان في عندنا اتنين برجوازيين واتنين واقعين. ايه اللي حبيت ايه حبيت؟ اسمعي للاخر يا مفيده، خلينا اكمل الجمله. انا عايزاكي تخلى. ده قصه حياتي. ماشي يا ده كفاح حياتي، انا هموت واعرف حبيت ايه. هو قال له انا عاوز اتجوز فرح دفعتنا. فقال له تتجوزها بايه؟ وانت معاك فلوس؟ انت معاك حاجه؟ قال له ايه يعني؟ ما مش عارفه مين يساعدنا، اهلها مش عارفين. هو عنده احساس بالمسؤوليه غير طبيعي، احساس بالخوف من المستقبل غير طبيعي. فهو طول الوقت شايف الوحش. يعني عاوز اقول لك ان انا قابلته سنه 66 بيقول لي مصر رايحه على كارثه، فسبته ومشيت. قلت ده مجنون، ايه كارثه ايه ده؟ اخر السنه كنا في 5 يونيو 57 اخر السنه، اخر سنه اقول. فهو شايف طول الوقت الوحش. لينين بص اللي بيكتبوا كوميدي مش لطاف، دمهم مش خفيف، بيشوفوا الانسان في ضعفه. ويمكن عشان كده هو كان صعب، فانت حبيتيه عشان كده. حبيتي فيه؟ انا حبيت فيه. اولا كان انضج مننا، هو بيني وبين 3 سنين بالظبط، بس كان اكبر مني ب 20 سنه. حلو. طول عمري اقول انا عاوز اتجوز راجل كبير. فمالى دماغك؟ مالى دماغي؟ قول كلام غير تقليدي، بيتصرف تصرفات مش بتاع الطلبه. طب شخص مختلف وهو صغير. انا ما عملتش حاجه، انا خايبه، ست خايبه. هو لو انا بفكر اتجوزه ازاي؟ ده عذاب يا بنتي. انا دخلت اتون، انت مش قادره اقول. فقعد لغايه لما هو جالي بقى مره اسكندريه، احنا كنا بنصيف 3 اشهر حاجات كده، فلقيته جاي. فبطلع من البلكونه لقيته جاي، قلت له ايه ده؟ انت هتتجوزني؟ قال لي ما تسيبيني اقولها. يعني عاوزه اقول لك انا لو بفكر شويه او اعيش عيشه اهلي. كويس انك ما فكرتيش. انا شفت قدامي قيمه. طيب هو ده اهم شيء. وهسيبك قيمه وصدق وحبيت فيه ده خلاص. لكن كان صعب جدا يا بنتي والله. معلش معلش يا بنتي عسل. هو صعب وانت جميل يا جميل. فخلاص الحمد لله. يلا انت وربنا يخليهم شادي وهند ولادي. يعني ريحته الاثنين واخدين من ابوهم. ده احلى حاجه ان واخدين من ابوهم. تصوري لما يكون قايل على حاجه لا، لو جات لنا فرصه حاجه ثانيه نعملها بطريقه ثانيه، اقول لهم جالنا فرصه نعمل كذا كذا. بابا قال ايه يا ماما؟ لا. اقول لهم ابوكوا قال لا، يبقى لا. اقول له قلت لشادي وانت لوحدك، اختك معانا نزلت، يا نونو ايه رايك؟ بابا قال ايه يا ماما؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فمره بنتي قالت هو انا اللي اتجوزته؟ ما انت اللي اتجوزتيه، بتشتميني ليه؟ احنا سعداء جدا بحضرتك. والله وانا سعيده. نفسنا الوقت يبقى اطول من كده. والله وانا سعيده. ولكن احنا محتفظين بحق استكمال الحوار. عندك حكايات كتير عايزين نقعد. ما سالتونيش على صحباتي وصحابي بتوع الدفعه. كان صاحبنا نبيل الحلفاوي ومراته حبيبتي. ربنا يديم الصحه. انا عندي اصحاب لغايه دلوقتي. شوفي بقى من بقالنا، بس ناديه صغيره، لكن نبيل شوفي من سنه كام بقى؟ من سنه 66 احنا. ربنا يديه الصحه. ربنا يديها الصحه. استاذ نبيل بنمس عليه واستاذه ناديه كمال، ومحتفظين بحق لسه الحوار مستمر. حلقتنا لسه مكمله، نشوفكم بعد فاصل. اشكرك. التالي الفرق بين شد الجلد والفيلر والبوتوكس، ومتى نلجأ لها، مع الدكتور أمير الشرقاوي.
وبنجد حقيقة المشاهدين الستات دايما بفطرتهم بيحبوا يوصلوا لأفضل صورة للجمال ويظهروا بأفضل شكل، ودايما بيدوروا طول الوقت ازاي اعتني بالجمال، ازاي ابقى جميلة طول الوقت، ازاي بشرتي تبقى مشرقة وتبقى فيها رونق وتبقى يعني طبيعية في نفس الوقت. طول الوقت عايزين يبقوا اصغر واندر، ممكن يبقوا مش عايزين عمليات زي شد الوجه، عايزين حاجات تانية بتعمل نفس التأثير ونفس النتيجة بتاعة العمليات. كل القصص دي هي أساسي في حياة النساء دلوقتي، وكمان رجالة نسبة كبيرة منهم دخلوا في الموضوع، والستات أو البنات كلهم بيدوروا أو بيهتموا طول الوقت بكل التفاصيل دي. فإيه الفرق بين شد الجلد والفيلر والبوتوكس وتفاصيل كتير، وإيه النتائج اللي احنا ممكن نحصل عليها تبقى أفضل؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا دكتور أمير الشرقاوي. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور أمير. أهلا. قبل ما نبتدي في الفيلر والبوتوكس ونعمل إيه، هنقول هل في طرق أنا أأجل بيها ظهور التجاعيد طبيعيا من غير ما أبتدي ألعب، قبل ما أبتدي ألعب في وشي؟ هو طبعا ده أفضل، الوقاية خير من العلاج. طيب في كونسبت جديد كمان هو البريجيفينيشن، أو بداية نضارة البشرة أبدأها من الأول عشان أمنع ظهور التجاعيد. أنا في الطبيعي لازم أعرف أن أنا هفقد 1-2% من نسبة الكولاجين اللي موجودة في جسمي سنوياً. سنوياً يعني أنا طبيعي مع السن هفقدهم. في عوامل خارجية بتساعد في زيادة النسبة دي زي الشمس والتدخين وفقدان الوزن، حاجات كتير، سوء التغذية بتساعد كمان في أن أنا أفقد كمية أكبر من الكولاجين. طيب أنا عشان أحافظ على نفسي من الأول يبقى لازم أقلل المشاكل اللي بتضيع الكولاجين ده، تعرض للشمس، الاستريس، الحاجات دي. في كريمات بتساعد برضو أن أنا بحافظ على نسبة المية اللي موجودة في الجلد. يعني كريمات فعالة جدا في البداية. في البداية لو سن كام سنة؟ أي سن بدأت تظهر أحس إن في مثلا جفاف الجلد يبقى لازم من بدري جدا. أبتدي مثلا من العشرينات. ممكن قبل كده كمان. أوكي. وبالذات الناس اللي بتظهر لها تجاعيد حركية بدري، دي بالذات عاوزة دايما ترطيب للجلد، محتاجة إن أنا أبعد عن المشاكل اللي بتعمل لي فقدان للكولاجين. في كمان أجهزة بدأت تظهر جديدة ودي نتائجها هائلة جدا في بداية التجاعيد البسيطة أو مع بداية ظهور التجاعيد. إيه هي الأجهزة دي؟ يعني مثلا في زي جهاز الأكسجينيو. ده جهاز هائل جدا جدا في الموضوع. عباره عن ايه الاكسجينيو ده؟ بيعمل ايه وعباره عن ايه؟ هو جهاز فيه تقريبا 5 ستيبس تقريبا بيعملهم. اول واحده فيهم بيبقى فيها ار اف او ريديو فريكوانسي، بيحفز الدوره الدمويه اللي بتوصل للجلد، وبيعمل ليفتنج كمان او شد للجلد. تاني حاجه ممكن بيحفز كمان اللي هي المرحله الثانيه الغدد الليمفاويه انها تتخلص من السموم والسموم اللي بتطلع اصلا من العمليات الحيويه اللي في الجسم. ثالث مرحله بتبقى زي مايكروديرما ابريجن كده، زي تقشير على الجلد، بيشيل الطبقه الميته من الجلد وبيخلي طبقه جديده حيه تطلع في الجلد، فتبقى تدي كمان بتحسن كمان الامتصاص المواد اللي انا ممكن احطها على الجلد، الكريمات والحاجات دي. ثالث حاجه بقى وده اهم حاجه فيهم، ان بيعمل تفاعل على البشره بيطلع فيه ثاني اكسيد الكربون، فبيخلي الجلد شره للاكسجين، فبنحط بعديها اكسجين فبيعمل ايه؟ بيعمل نضاره في الجلد وتحفيز للكولاجين والالاستين. ده يتعمل كل قد ايه يا دكتور؟ ممكن لو في بدايه واحده ما عندهاش مشاكل ممكن كل شهر او كل شهرين مره. انما لو بدات تظهر فعلا عندها رينكلز ومشاكل وعاوز احسن الجلد عشان يستقبل اي حاجه تانية هعملها، يبقى ممكن اسبوعيا او كل اسبوعين. والله نتائج ممتازه. وتجيب نتيجه ما تحتاجش بعدها انها تروح تعمل جراحه ولا تعمل اي حاجه لو هي انتظمت على الجلسات دي كل فتره، لان هي بتحفز كل حاجه، الدوره الدمويه والاكسجين والالاستين، وبيحجز الميه كمان في الجلد، حاجه هايله جدا. طب دلوقتي في ستات كتيره جدا بعد ما ابتدت تطلع فكره ان كل الستات بقى شبه بعض والفيلر والبوتوكس وبقى كله بيلعب وكله، في ناس يقول لك ايه، انا اتمنى ان يبقى في طريقه اقدر بيها اعمل وشي شكله حلو بس مش عايزه فيلر وبوتوكس. كويس جدا. هو انا لازم اعرف ان البوتوكس او الفيلر لو اسأت استخدامهم بالذات الفيلر هيبقى شكلي مش كويس، وبيسيب كلكعه ومشاكل تانية. لازم استعملهم زي السكينه، زي اي حاجه ممكن استعملها صح ممكن استعملها غلط. انا الفيلر هنا بستعمله كليفتنج، ممكن يستعمله كليفتنج مش على شرط ان كمان اعمل نفخ، او استعمله كشد للبشره. ازاي بقى؟ في اوقات معينه بيبقى المريض ما عندوش مشكله في الفوليوم، انا محتاج اعمل ليفتنج شد البشره، بحط بوينتس معينه من الفيلر في اماكن معينه بتعمل دعامات للجلد فبتشده.
انا بيحصل سيجنج او سقوط للجلد مع السن او مع بعض نقص وزن بمده سريعه، فبنعمل البوينتس معينه دي. يبقى هنا استعملت الفيلر كماده ليفتنج او شد اكتر منها، مش ملي وده بيبقى احسن. أوكي. لان انا في الاخر عاوز اوصل للمريض ان هو يبقى شكله حلو وطبيعي. هو فكره الطبيعي صح طبيعي. ستعرف لحد دلوقتي الناس ما تعرفش الفرق بين البوتوكس والفيلر، في ناس ما تعرفش يعني الفيلر ده استخداماته ايه والبوتوكس ده استخدامه. هو البوتوكس دايما عشان اعرف الناس بصراحه ببساطه، التجاعيد الحركيه اللي مع بدايه ظهورها حتى من سن صغير، اللي هي مع حركه الجبهه او ال 111 او الرينكلز اللي بتظهر مع الحركه، يبقى استعمل بوتوكس وملوش بديل. طيب الفيلر انا هنا بملى المكان الفاضي او اعمل ليفتنج. الدكتور بقى هيستعمله ازاي؟ البوتوكس ملوش مش بديل الفيلر. لا انا بتكلم بوتوكس. الفيلر حسب خلاص أنا الفيلر بقى انت على حسب. انا ممكن اصغر بيه مناخير يعني برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن اعملها اصغر بيه مش هكبر كمان، وممكن اعمل بيه ليفتنج. ايوه طبعا. ازاي؟ حسب طريقه الحقن نفسها، انا بشد الانف مثلا او بعملها بطريقه حقن معينه ان انا ارفعها اصغر المناخير من الجنبين، ليها اكتر من طريقه بالفيلر ان انا اغير شكلها. طيب ده لو استعملت فيلر، هل انا مش عايز استعمل فيلر؟ انا مش عايز استعمل فيلر. جات لك واحده قالت لك مش عايز استعمل فيلر، وده الجديد. احنا بنحاول دايما نشوف ايه الحديث عشان خاطر الناس تفهم ان الموضوع التجميل مش صعب. الليزر، ودي تكنولوجيا جديده واحنا شغالين بيها عندنا في المركز وجايب نتائج اكتر من هايله. الليزر اللي هو بنشوفه على الانستجرام اللي بيشيل طبقه ضخمه خالص جدا من ده، مرعبه. لا 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 لا، الليزر ده من غير داون تايم اصلا، ممكن تخرجي بعدها بنص ساعه. مفيش حاجه خالص. الليزر ده مختلف تماما. انا بشتغل، انا لازم اعرف انا بفقد 1-2% كولاجين كل سنه. الليزر ده بيحفز الكولاجين اللي اتفقد، وكمان بيزود عليه ان هو بيشتغل على اكتر من طبقه من الجلد. يعني انا بعمل حاجه اسمها فيس اناليسيس، بحلل الوجه، ودي من ضمن الحاجات اللي بفحص بيها الوش طبعا عشان ابقى عارف الطبقات الجلد. دي حاجات ليزر، دي حاجات هتلاقي في حاجات ليفتنج كمان موجوده للليزر. الليزر هنا بيعمل ايه؟ الفور دي ايه نوع الليزر؟ لان في اجهزه ليزر كتيره قوي، ايه نوع الليزر اللي بيعمل النتيجه دي؟ احنا بنشتغل بحاجه اسمها فوتونا 4 دي. ده بيشتغل هو اندياج ليزر واربيم ليزر، الاثنين مع بعض موجودين في جهاز واحد. الجهاز ده بوظيفته بيعمل ايه؟ بيحفز الكولاجين وبيبقى بديل جامد جدا للفيلر والبوتوكس في اوقات كتير، وممكن يكون اقوى منهم لسن معين يا دكتور خلص. ولا ممكن بقى 50 على حسب الجلد. 60 و70 كمان بيشتغلوا والله. والله وبيجي فايده ممتازه. اوكي، هو فكره ان هو كونسبت بيحفز الكولاجين بتاع الجلد، وبعمل ليفتنج كمان، لان بعمل كمان بشتغل على طبقات الجلد المختلفه. الميزه كمان فيه ان هو الجلسه بتاخدش ربع ساعه. وما بيوجعش واطلع عادي اقصى حاجه تحصل احمرار لمده ربع ساعه. انت متخيله؟ وممكن المريض يخرج عادي. بشتغل بيه ويجيب نتائج ممتازه جدا للناس اللي مش عاوزه تعمل فيلر بوتوكس، او عندها وقت انها تستنى النتائج بتاعته، لان هو النتائج بتاخد وقت شويه. بتاخد وقت يعني بعد قد ايه؟ يعني ممكن من تاني جلسه او تالت جلسه، او في نتائج بتظهر من اول جلسه كمان. طب ايه ده فيلر؟ ده الفوتونه برضو اللي قلت لحضرتك عليه. فوتونه ريجيفينيشن للشفايف من غير ما نعمل فيلر. يعني ايه؟ بيعمل نضاره وتحفيز للكولاجين او الاستيسيتي بتاعت الجلد. يعني ماده بتتحقن في الشفايف خالص؟ لا، امال ايه؟ هو الليزر نفسه، انا بشتغل بالليزر على الشفايف من غير ما اعمل اي حاجه، ودي نتائج ليه في المركز عندنا. يعني ده بالجهاز برضو بتعمل القصه. بالجهاز من غير ما اعمل فيلر. والصوره هنا دي برضو الشعيرات الدمويه وبيشيلها برضو لو اي مشكله في الجلد برضو بيحصل، لان هو بشتغل عليه. ولو اي بقع، البقع والتصبغات بنشتغلها في حاجات تانية، ممكن نعملها تقشير بارد او ممكن نعملها لليزر تاني. نوع تاني. نوع تاني مش نفس بس الوضع. مش نوع. لا مش الجزء. النوع ده بس لتشجيع الكولاجين. هو ليه وظائف كتير قوي، من ضمنها الحاجات اللي حوالين العين وشد الترهلات شفايف، حتى الشخير نفسه بنعمل بيه جلسات للانف عشان خاطر الناس اللي بتشخر والكلام ده، فبيجيب نتيجه كويسه جدا. طب هل ممتاز الجهاز ده للوش بس ولا ممكن يستخدم للوش واماكن في الجسم؟ هو هيبقى انفيزيف شويه لو اشتغل اماكن تانية، لان هو مشكله ان هو بياخد نبضات كتير، فدايما احنا بنركزه على الوش اكتر. طب انا كواحده مثلا جيت قلت لك انا مش انا موافقه اني اخد النتيجه بعد فتره، بس اخد كام جلسه عشان احس بنتيجه حلوه؟ من 4-6 جلسات. من 4-6 جلسات. والاسبوع جلسه واحده ولا كل ممكن شهر؟ ممكن مرتين في الاسبوع. كل شهر. وبنعمل معاه كمان الجلسات الاكسجينيو، بتحفز معانا وبتجيب نتائج احسن. يعني انا في حالات كتير بنبدا الاول بالاكسجينيو عشان يحفز الاكسجين والالاستيستي بتاعت الجلد ويحسنها، وبعدين نبدا بقى نخلص بعد كده بالليزر ويجيب نتائج ممتازه جدا جدا جدا. يعني ده الطريق عايز صبر لكن نتيجته حلوه. مش صبر كبير، يعني هو الفكره ان النتيجه بتظهر من اول مره، بس لما انا اكون عاوز واحده عندها سيجنج كتير فبتاخد وقت اطول. طيب
لو واحدة عندها ساجنج في الـ 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 هل الليزر ده ممكن يشيل اللغد؟ بص، هو اللغد ليه اكتر من طريقة. هو ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل ضمن الحاجات المشاكل اللي بتظهر في ستات كتير وصغيرين وكبار. بص، احنا ممكن اللغد ده يشال شفطة مرة واحدة، اللي ممكن يتعمل عن طريق حقن إذاب الدهون ومعدين شد. بتجيب فايدة يا دكتور لو الكمية صغيرة؟ لو الكمية صغيرة بتجيب نتائج كويسة جدا معاها. وبعد كده ممكن نعمل معاها اجهزه شد، بتشد بالار اف او بعض الاجهزه. الليزر ده كمان بيعمل ليفتنج فيها حلو جدا، بيجيب نتيجه كويسه جدا معاها. والله بس انا لازم ابقى عارف كميه الدهون ما تبقاش كبيره قوي، ما يبقاش فيه ساجنج، ما كانش فيه سقوط كبير يعني. طب الصوره دي، هل التجاعيد دي برضو بالجهاز ولا ده بوتوكس؟ ده بوتوكس بقى. ده بوتوكس، ده ملك. طب احنا عندنا مشكله مع البوتوكس اللي موجود. في ستات كثيره جدا بيشتكوا من ان البوتوكس ما بيقعدش فترات طويله. ردك على يعني ليه من وجهه نظرك؟ المريض لازم يبقى عارف ان البوتوكس هو علاج مش حاجه مؤقته. لو انا انتظمت على جلساته، فكره البوتوكس اللي بيحصل ايه؟ زي واحد لعيب الكوره بيتمرن، انا ما بسيبش العضله لغايه لما تقوى تاني وارجع استعمل بوتوكس. انا بشتغل العضله كل 5 أو 6 شهور او من 4 ل 6 شهور، بعمل جلسه بانتظام. بتشتكوا انه بعد شهرين؟ لا، بعد شهرين بيرجع تاني. هي عشان عملت ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما خدت جرعه قليله من البوتوكس، يا اما البوتوكس نفسه كان فيه مشكله، ودي طبعا نادرا مش هنتكلم عليها يعني. يا اما يكون هي بتستنى لغايه لما العضله تبقى قويه جدا وتبدا من الاول. يعني انا بنصح في البوتوكس بعد شهرين بتحس انه ما فيش. هي بوتوكس انتظامها في الاول، لو عملت البوتوكس بانتظام كل 6 شهور او كل 5 شهور قبل ما تظهر التجاعيد، بعد فتره ممكن ما تحتاجش تعمل بوتوكس اصلا. هكون خلاص التجاعيد. التجاعيد اصلا راحت. انا في ناس بتجيلي بعد 5 أو 6 مرات تيجي تقول لي انا مش محتاجه، بدل ما تزيد تقل. ودي حاجه. تقل ليه بقى؟ انا خلاص العضله اتعودت على الحاله الساكنه اللي هي فيها دي، او الريلاكسيشن اللي بيحصل فيها. فبقت متعوده ما تعملش الحركه نفسها. انا عودت العضله بالقوه. انا خليتها ريلاكس مده طويله جدا، فبقيت العضله نسيت الحركه اللي بتشتغلها. طب دكتور، في الثريدز، وما في ناس يقول لك الثريدز استعملوا ثريدز، وفي ناس يقول لك لا بلاش ثريدز. انت مع ولا ضد؟ بصي، كل حاجه لو اتوظفت صح يبقى هتجيب نتيجه كويسه. الثريدز في حالات الساجنج بتجيب نتيجه كويسه جدا. الناس اللي عندها سقوط او سقوط في الوجه وانا مش عاوز اعمل عمليه، يبقى الثريدز بديل العمليه هنا في النقطه دي. ايوه، انما بس برضو ما بيعيش كتير. حسب نوع الثريدز يعني، في ثريدز بتقعد 4 سنين و5 سنين، بتقعد مده طويله. أوكي. هي حسب النوع نفسه. فكره الناس، في طبعا كوري وفرنساوي ويعني الماني. في اكتر افضل نوع. افضل نوع ايه بقى؟ والله الالماني. انا بشتغل بالالماني بقى لي فتره كبيره وجيب نتيجه كويسه، بيقعد من 2 ل4 سنين. طب وهل لازم في الثريدز فكره ان انا بستعمل هنا خيطين وهنا خيطين، ممكن نزود يعني؟ هل بقى العلم مسموح ان في منطقه واحده ممكن اعمل 3 ثريدز 4 ثريدز في منطقه واحده؟ هو اقول لحضرتك حاجه، بيعتمد على حاجتين: نسبه الساجنج اللي موجوده في الجلد، وتقل الجلد. انا لو جلدي تقيل هحتاج ثريدز كتير. في بعض الناس بتستخسر فتقول لك حط خيطين بس وهي محتاجه 5. طب لا، لازم احط ال5 صح، فعشان نتيجته تبقى كويسه. لان هيحصل بعد فتره هيقع تاني، هتيجي تقول لك الثريدز بعد 2 3 شهور وقعت. وقعت او دي دابت. مشكله بنقابلها، بتجي لي حالات كتير لدرجه ان انا يعني بتقول لي انا عملت خيوط وجابت نتيجه وحشه، فبقول لها ما عملتيش الكميه المناسبه من الخيوط. يعني انا عندي ساجنج جامد، فلازم اعمل اشد جامد. ده ممكن يعني ممكن نعمل اكتر خمسة من 5 أو 6 خيوط. بالعكس بالعكس، بالذات انها هيرونيك اسيد في الاخر. يعني بالظبط زي انها بتدوب بتدوب يعني ما فيهاش مشاكل يعني. طب حقن البلازما بالهيرونيك اسيد وحقن البلازما اللي بتبقى متاخده من الجلد، الخلايا الجذعيه من الدهن في الجسم يعني، الخلايا الجذعيه ويضاف لها الهيرونيك اسيد، مش بتعمل نفس النتائج؟ بصي، هو في الاخر حسب طريقه الفصل يعني. في بلازما تنفع تتحط معاها هيرونيك اسيد، او بيحطوا في الازازه في الفصل، ازازه الفصل نفسها او انبوبه الفصل هيرونيك اسيد، ودي ينفع. انما انا لما بضيفها من بره بتعمل مشكله كمان في البليتليتس فلازم يكون حاجه مجهزه من الاول معاها هيرونيك اسيد. لا، ما ينفعش هو يضيفها من عنده. بينضيفها مرات كتير بتجيب نتيجه مش حلوه. مش حلوه. دي حاجه. تاني حاجه، هو مش نفس نتائج الخيوط او نفس نتائج الفيلر، دي اخرها نضاره. انا بحفز كولاجين في الجلد، بدي رونق. استعمل الليزر اللي انت بتقول عليه احسن كنضاره؟ لا، ده احسن كتير، ده فرق كبير. فرق كبير. انا بتكلم في حاجه بديل لجراحه. الليزر هايل ونتائجه ممتازه جدا. بديل لجراحه. بديل لجراحه، جهاز الليزر الجديد اللي كلمنا عليه الدكتور امير الشرقاوي. بنشكرك. ميرسي يا دكتور امير، كل التوفيق وان شاء الله نشوفك في لقاءات قادمه. لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد الفاصل. التالي، ما هو تجميد الأجنة وكيف يحدث مع الدكتور محمد المهدي؟
وبنجد حيلكم المشاهدين وتجميد الأجنة. تجميد الأجنة ده موضوع كبير جدا وأسئلة كتير جدا، إمتى بنلجأ له؟ وفي كتير جدا من الأحيان بعد عمليات الإخصاب المساعد زي عملية أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، بتبقى بعض الأجنة اللي يمكن تجميدها وتخزينها، سواء كانت رحلتك في العلاج ناجحة أو لا قدر الله مش موفقة، الأجنة المجمدة بتدي لك فرص أخرى للحمل وللأمومة، فرص دائما العلم بيؤكد على الجديد والأشياء الرائعة للإنسان. إن شاء الله في المستقبل ممكن يبقى من غير الحاجة للمرور بخطوات تنشيط التبويض وعملية سحب البويضات مرة أخرى. عندنا أسئلة كتيرة جدا وهيجاوبنا عليها استشاري النساء والتوليد دكتور محمد المهدي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فندم. أقول لك بمنتهى الأمانة في ناس كتيرة جدا بتقلق من موضوع فكرة إني أجمد البويضات وما بيعملوهاش غير للضرورة، لو لا قدر الله جالهم كانسر في مرض كبير، فقالك هنا الدكتور يقولك لو انت ما خلفتيش جمدي الأجنة، لكن كده طوعية الموضوع مقلق. هو كويس حضرتك بدأتي بموضوع اللي هو تجميد البويضات، وان ما بلجألوش الا في الضرورة القصوى. بالظبط. التجميد عامة هو مش تجميد أجنة بس، هي زي حضرتك ما قلتي هو تجميد بويضات وأجنة وحيوانات منوية ونسيج من الخصية. وفي دلوقتي كمان الجديد نسيج من المبيض. لا نفهم واحدة واحدة بقى. طيب احنا دلوقتي بالنسبة لو بدأنا الأول حاجة يعني ايه كلمة تجميد؟ تجميد يعني بالمعروف عند أي ست بيت هي عندها مثلا فاكهة أو خضار هي عايزة تحوشه على فترة طويلة مثلا، هي بتحط في الفريزر بحيث ان هو يحتفظ بكل الخصائص بتاعته من غير ما يبوظ. أوكي. نفس الكلام العلم بدأ يقول الكلام ده على الأجنة في الأول خالص في الثمانينات، ان انا ليه الأجنة ما تترماش، لا انا احتفظ بيها واسيبها بحيث ان تنفع للزوجه دي مره تانية. اوكي. مثلا هي خلاص رجعت الأجنة زرعتها وحملت وولدت وعايزه تحمل تاني، هي مش لازم تمر بكل التجارب من الاول، تحمل تاني بس بعد فتره. تقول ان التجميد الأجنة دي ريدي ميد. بالظبط. هو هزرعها ان شاء الله ربنا يكرمك. هو جنين خلاص جاهز اتحقن حيوان منوي مع بويضه، اتكون جنين، انا مش محتاج خلاص حاجه خالص، جمدته اكني بالظبط شلته في الفريزر. اوكي. حفظته زي ما هو. جيت بعد مثلا 3 او 4 سنين هي حملت وولدت وبنوتتها او ابنها كبر مثلا عايز تحمل تاني. أوكي. لا هي هتفك الجنين بتاعها بخطوات بسيطه جدا، علاج مش مكلف، فتره علاج مش طويله، بتزرع الجنين على طول. ده لو في ست متجوزه. بالظبط. طيب الجزء ثقافه بقى البويضات. البويضات مع بنات لسه ما اتجوزوش بس متاخرين في الجواز، دي فكره شائكه. واولاد كمان ممكن يبقى عندهم مشاكل وهياخدوا أدوية، فقبل ما ياخد الدواء بتاع الهرمون يعمل تجميد للبويضة. بالظبط. بص حضرتك هو بالنسبة عندنا في المجتمع المصري شوية الجزء ده شائك شوية. وده أنا يعني بلاقي فيه صعوبة شوية في العيادة عندي عشان أكونسل مثلا بنت إن أنت جمدي البويضة. تجميد البويضات بدأ في الأصل حالات زي حضرتك ما قلتي، حالات الأورام، حالات الأورام السرطانية مثلا، لو البنت مثلا عندها ورم سواء كان مثلا في الثدي أو ورم في أي جزء ثاني في الجسم، هي ممكن تقدر إن هي تتعافى بعديه وتعيش بعديه. فأنا بلجأ إن أنا بنشط المبيض عندها، البويضات بتكبر، بسحب البويضات عن طريق البطن. ايوه دي نقطة مهمة جدا، البنات بيسألوا كتير ازاي تتعمل وانا مش متجوزة. سن ابرة رفيع جدا بيدخل من البطن. من البطن مش من الرحم. خالص من البطن وما بيبانش اصلا، هو سن رفيع خالص. بيدخل عن طريق موجات فوق سطيلة والسونار. بسحب البويضات وبتتحفظ بتتشلها سنة اتنين تلاتة لحد ما تتجوز، خفت من الورم اللي عندها وبقت كويسة اتجوزت. يعني المدة الأقصى السنين 3 سنين ولا 10 سنين ولا أكتر؟ آخر بحث اتعمل الشهر اللي فات كان نازل في مجلة انترناشنال بالنسبة للجزء ده، قال لحد 6 سنين ما بتتغيرش فعلا الخصائص بتاعتها خالص. لكن بعد 6 سنين ممكن في بعض الأحوال لو هي الكواليتي بتاعتها من الأول كانت قليلة ممكن تتأثر، أما في أول 6 سنين احتمالية إن هي تتأثر بتبقى ضعيفة جدا. طب ده بالنسبة للبنت، للولد اللي لسه متجوز الولد وبرضه بيعاني من لا قدر الله حاجة مرض أو عايز. بص عليك الولد سهل جدا، إن هو مجرد هيجيب عينة سائل منوي عادية خالص زي عينة التحليل، ودي بتتفصل من الحيوان المنوي وبتتجمد. لو هو أصلا عنده انعدام للحيوان المنوي في السائل، هو لا هو ممكن يفتح الخصية ياخد منها عينة نسيج من الخصية. الدكتور بيفتح له طبعا الخصية جراحيا وبياخد منها عينة وبيجمدها، دي ممكن بتقعد سنين برضه، بحيث ان بعد ما يتجوز
لو لا قدر الله هو ما يقعد سنين قد ايه الولد دي برضو تقعد سنين، ممكن خمس او ست سنين ممكن تكمل اكتر كمان شويه. طب دكتور محمد انا النهارده زي ما انت قلت ست البيت عندها الفريزر بتجمد فيها اللحمه بالظبط، ده معناه ان عشان انا اقرر ان انا اجمد يبقى اذا انا لازم اروح لايه، لبنك بيجمد البويضات بيجمد الاجنه، يعني ايه المكان اللي انا بروحه عشان اجمد فيه؟ لا انا هروح للدكتور والدكتور هيبدا معايا خطه العلاج. اوكي، لان لازم تحضير كويس قبل تجميد البويضات. انا عايزين نعرف ايه التحضير. لازم في تحضير قبليها، وبعد كده سحب البويضات بيتم معرفه الدكتور، وبيتجمد في مراكز حقن مجهري. هي اللي بتجمد عندها الفاسيلتي انها تجمد البويضات، فاذا لازم زياره للدكتور عشان يختار خطه العلاج ليها. وبعدين يعمل سحب البيضات، وبعدين بياخد البيضات دي بينقيها وبعدين بتتجمد. اعتبرني مريضه شكاكه وهجي اقول لك يا دكتور انت متاكد ان انا في هذا البنك او في المكان بتاع التجميد في الحقن المجهري هيبقى المكان باسمي، مش هيبقى فيه لخبطه؟ يعني اوصف لي لكل الامهات اللي عايزين يعملوا ده بس قلقانين يقول لك ايه لا تتلخبط مثلا اللي هي دي بتاعتي لا النور يقطع صح لا 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 تحصل حاجه وفي الاخر ما يبقاش هو فاهم انت الدماغ المصريه ممكن تروح وتيجي ايه بقى نرد عليه نقول له ايه في معمل الحقن المجهري بيتم الكلام ده ازاي؟ ان انا مثلا دخلت اعمل عمليه الحاله اسحب أوكي. مثلا بيضات البنت دي مثلا سين فسحبت البيضات بتاعتها في نفس التوقيت ده ما فيش اي عمليه بتكون بتشتغل خالص في الوقت ده غير البنت اللي هي اللي نايمه ده عندكم في المركز في اي مركز حقن مجهري في كل ده الرولز بتاعه الشغل معمل الحقن المجهري بيسال البنت اسمها بالكامل واسم الدكتور وبيكتب عنده الكلام ده التيوبس اللي بتتاخد من اوضه العمليات مكتوب عليها اسم المريضه واسم يعني الدكتور بتاعها يعني مش ممكن يحصل فيها لبس يعني دي حاجه وانت خلصت الحاله دي خالص وقفلت حاجتها انا ببدا شغل مع حاله تانية يعني مفيش ان انا اشتغل حالتين مع بعض ده نهائي طبعا عشان ما يحصلش اي اخدت الحاجه من المريضه بتروح فين بقى بتتحط في سترو كده عباره عن حاجه زي الشاليمو بتحط فيها البويضات وبتتعمل حاجه اسمها فيتريفيكيشن او تجميد سريع بتتجمد بتتحط في تنكات نيتروجين سائل النيتروجين السائل ده هو مش محتاج كهرباء يعني عشان لو النور قطع ايوه ده السؤال الثاني معلش اعذر اسئلتي احنا بنساله فعلا السؤال ده بنساله فعلا لان الناس بتخاف تقول لك النور اتقطع النور قطع البيضات بوظت زي الاكل عندنا في الثلاجه هيسيح بالظبط لا هي بتتحط في تانك التانك ده فيه سائل اسمه نيتروجين سائل بيحفظ درجه الحراره الماينس 196 بيحفظ البيضات في درجه الحراره دي فهو مش فارق بقى كهرباء مش كهرباء هو سائل والسترو ده مقفول ومكتوب عليه اسم المريضه واسم الدكتور بتاعها ومحطوط جوه السائل ده يوم ما المريضه تيجي تتجوز بيتسحب السترو بتاعها بيطلع بيتفك بتتفك البيضات بتاخد هي معاها كل الانفو بورق ومكتوب كل حاجه في الفايل الكود بتاع السترو بتاعك رقم كذا محطوط في التانك رقم كذا بالعلامه الكذا واسم الطبيب بتاعك طيب. والتاريخ اللي انت عملتي فيه الكلام ده وعدد البويضات عشان نحسب كمان السن اللي قعدته القصه دي مجمده البويضات طب احنا بنسمع على السوشيال ميديا كلام كتير اللي هو اليوم الثالث احسن لا اليوم الخامس احسن طب انا ممكن اقول بس نقطه صغيره عشان اقفل تجميد البويضات لان النقطه دي مهمه جدا احنا اتكلمنا عن الجزء اللي هي حضرتك قلتي هي ملزمه ان تعمل تجميد للبويضات طيب هل في جزء سوشيال مثلا او جزء اجتماعي دلوقتي في سن الزواج بدا يتاخر شويه فتيجي البنت بعد ما بتتجوز للاسف بتكتشف ان مخزون مبيضها قليل تطلع للدكتور لسه متجوزه بقى شهر او اتنين اجي اشوف مبيضها الاقيه صغير جدا ما فيهاش بويضات هي نفسها تحمل بتبقى الامور صعبه بالنسبه لها دخلنا بقى في حقن مجهري حقن مجهري ونسبه قليله يا ريت حقن مجهري ونسبه كويسه فانا بنصح دايما ان لو البنت بدا ان هي تتاخر شويه هي لا روحي استشيري للدكتور يبص على المبيض بتاعك لو عندك ضعف في المخزون او مخزون مبيضك قليل او المبيض بدا يكسل شويه لا الحقي نفسك واعملي تجميد بويضات يعني لو انت مقرره ان انت كاريرك اهم من الجواز دلوقتي والارتباط والامومه علشان يفضل عندك حلم الامومه قائم اعملي كده وجمدي البويضات ده هيخليني اسال سؤال انا النهارده اكشف ايه يعني انا كست رايحه ايه اللي المفروض اقوله للدكتور علشان يفهم ده ان انا عايزه ده انا هحتاج اعمل تجميد بويضات ولا لا اعرف مخزون مبيضي عباره عن ايه حامل سونار على البطن سونار عادي خالص زي بتاع الحمل على البطن هشوف عند دكتور النساء عند دكتور النساء في اي عياده نساء موجود أوكي. وحجم المبيض طبيعي ولا صغير حلو ده اول حاجه تاني حاجه تحليل صغير جدا بيتعمل في الدم اسمه AMH حلو التحليل ده بيبين هل المبيض ده كفاءته كويسه هيقدر يكمل فتره طويله ولا لا
لو لقيت ان عندي لايبيليتي ان ممكن المبيض يكسل بدري، لا انا اجمد بيضات. يعني مش عايز ان انا اوصل لمرحله ان انا اتزنقت وفي الاخر اروح اجمد بيضات. يعني انا بيجي للاسف حالات مش عايزين نيجي نعمل، يعني عايزين يبقى فيها الاستباق ما نبقاش تحت ضغط. بالظبط 43 و44 سنه، دكتور انا اكتشفت ان انا اتاخرت شويه في الجواز فانا عايز اجمد بيضات. للاسف اجي ابص على السونار المبيض حجمه صغير جدا، اعمل تحليل المبيض برضه ضعيف. طب يعني كده في سن مثالي اللي هو في نص الثلاثينات اول الثلاثينات، يعني امتى لو هي هتتاخر في سن مثالي ان انت تلاقي الثلاثينات كويس جدا تبويض بخير؟ الثلاثينات كويس جدا، وكل ما تبدر كل ما يكون احسن. انا بشبهها دايما ايه، انا النهارده انا عايز احوش فلوس للزمن، ما جيش وقت وانا مزنوق في الفلوس اجي احوشها، لا انا النهارده معايا فلوس زياده في جيبي هي دي اخدها احطها في البنك واحوشها، ما جيش وقت ما احتاج الفلوس اقول لا انا هبدا احط فلوس بقى على جنب عشان احوشها. مش هعرف احوش ساعتها، خلي يبقى الفلوس في عزها. بالظبط. دكتور هل التجميد، فكره التجميد مكلف؟ بص عليك، التجميد هو عمليه مش مكلفه خالص، هو التكلفه الاكتر فيه بتكون مرحله التحضير للعلاج اللي هي مرحله تنشيط التبويض. ايه هي بقى، ايه المطلوب من من المريضه لما تيجي تخش وتقرر ان هي في الاخر هتجمد؟ ايه التحضيرات؟ انا عملت تحاليل وطمنت عليها خلاص ما عندهاش موانع، هبدا اديها علاج حقن تنشيط للتبويض بحيث ان هي بتكبر البويضات اللي عندها. اوكي. وصلت البويضات لمرحله النضوج ان هي استوت خلاص وكبرت، بسحبها زي ما اتفقنا عن طريق البطن. بعد كده بسلمها لمعمل الحقن، معمل الاخصاب، في ساعتها بيبدا ان هو يتعامل معاها، بيتعمل لها مرحله التجهيز والتجميد. فالحكايه كلها مش مكلفه خالص، لازم يعني تبقى ماشيه بتعليمات من دكتور النساء بتاعها طبعا، وليها زيارات في الفتره دي. يعني مثلا في العشر او 12 يوم بتوع العلاج بيكون في حوالي اربع او خمس زيارات وتحاليل بتتعمل عشان اعرف هل البويضه اللي بتكبر دي كويسه ولا لا. طب احنا عندنا ثقافه تانية برضو اعذرني، الناس معتقده ان لو حصل حمل من اي حاجه متجمده مجمده انا لو اتحركت هتقع. ده حقيقي خالص؟ بص عليك، الحاجه المجمده بالظبط زي كان عندي فيديو شغال وانا عملت له بوز وقفته، حاجه شغاله هيشتغل من نفس النقطه اللي انا وقفته فيها. أوكي. نفس الكلام، الجنين المجمد او البيضه المجمده، انا جمدتها النهارده، انا جيت فكتها هي نفس الشكل اللي انا جمدت عليه بالظبط، انا مجرد ان انا وقفت العلامات الحيويه بتاعتها، يعني ثبتها على المكان على الوضع ده. وفي ميزه اعتقد في التجميد ان انت تبقى متاكد ان الحاجات دي ما فيهاش اي تشوه او فيها طفل هيطلع معاق او يعني اي مكان بيبقى مدروس. قصدك تقولي بتبقى الرؤيه واضحه ان ده ما يحصلش؟ لا، هقول لك على حاجه، هي التجميد ما بيبينش قوي اللي هو اذا كان الجنين ده فيه تشوه ولا لا، الحاجه اللي بتقول عليه ده اسمه فحص وراثي للاجنه، حاجه تانية خالص. اما التجميد هو لا، بيديني حاجه تانية كويسه، ان انا لو الجنين ده انا جمدته النهارده وجيت فكته مثلا بعد سنه ولقيته الكواليتي بتاعته زي ما هي ما اتغيرتش، ده بيديني بيريحني نفسيا ان الجنين ده كويس وهيقدر يكمل في الرحم كويس، ان هو استحمل يتجمد ويتفك وما تاثرش. فده يعتبر اختبار كويس، انا حطيته في ستريس النهارده ولما جيت فكيت له هو كويس يقدر ان هو يكمل. مع اللونج ران ما يبقاش ليه صدى على البيبي لما يتولد؟ لا خالص، يعني اتعملت ولا صحيا ولا عصبيا خالص ولا اي حاجه؟ اتعملت ابحاث في كل النقط دي، هل بيزود التشوهات؟ لا. بيأثر على البيهيفير بتاع البيبي بعد البيبي كده؟ لا ما بيأثرش صحيا خالص. الحاجه الوحيده اللي اكتشفوها انه ممكن يعني في بعض الاحوال ان بيكون مصاحب مع ارتفاع ضغط الدم للام، الام يجي لها ضغط حمل عالي شويه في اخر الحمل، هي دي اللي بتحصل، ودي ساعات بتحصل في الطبيعي. ساعات بتحصل الطبيعي. في الطبيعي بالظبط، هو لو دي ازيد شويه في الناس اللي بترجع جنه مجمده. طب فرص الحمل، حضرتك سالتي فرص الحمل الفريش والمجمد. احنا كلنا عارفين ان الحاجه المجمده مش حلوه والحاجه الفريش الاحسن. العكس هنا المجمد هو الاحسن. هنا المجمد نسب نجاحه دلوقتي كويسه جدا، هي كومبارابل بالفريش، يعني قريبه جدا من الفريش. بالعكس في بعض الاحوال المجمد نسبه نجاحه هي احسن من الفريش. طب دكتور انا سريعا عشان وقتنا، انت قلت ان مش بس احنا الاجنه الخصية. بالظبط. ليه؟ لو مثلا الزوج عنده انعدام في الحيوانات المنويه، هو ما فيش حيوان منوي بينزل في السائل المنوي، انا بعمل ايه؟ بفتح الخصيه نفسها وبطلع منها نسيج، النسيج ده انا بفتش فيه على الحيوان المنوي، وانس ان لقيت حيوان منوي فانا بجمد النسيج ده. لكن مش الخصيه كلها، مش الخصيه كلها، باخد حاجه صغيره خالص منها، يعني حوالي مثلا 2 مللي كده 3 مللي، حاجات صغيره، انسجه صغيره جدا للاستعمال بعد كده، تقدر انت تدور فيها على الحيوان المنوي. لو انت قبل ما بتجمدها بتبقى شايف حيوان منوي طبعا ومجمد. ودي بتنفع كمان لو الزوج بيسافر،
يعني مثلا دلوقتي برضو بنشوف مثلا الزوج قاعد مثلا اتجوزت النهارده زوجها سافر قاعد سنتين مسافر بره هيرجع مثلا هيقعد شهر او شهرين معاها هيرجع يسافر سنتين تاني طب هتحمل امتى وبنشوفها كتير في عيلاتنا دلوقتي طبعًا. فانا بعمل ايه بضطر انا اقول لا الزوج جمل عينة سائل منوي او عينتين وسافر انت مالكش دعوه بينا خالص هو الوقت سافر مننا معلومات مهمه جدا دكتوره حضرتك نورنا مره ثانيه والحوار بقيه ان شاء الله في ده سلمي على الناس بشكركم ميرسي جدا ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده يومكم زي الفل بكره يوم جديد والستات على نهار